النهار الاول كيوقع الاصطدام ما بين الطبائع وما بين التقاليد والعادات، وهنا كتبدا المشاكل. سنه اولى حياه في الزواج صعبه 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 للغايه، اللي تجاوزها بسلام راه قطع البحر ونشفوا رجليه، واللي بقى باقي كي يتصادم معها راه كيتعذب عذاب شديد وما يقدرش يكمل. فالسؤال ديالي لكم مستمعي الافاضل، بغينا نعرفوا من خلال القصه ديالكم كيفاش مرات سنه اولى حياه في الزواج ديالكم، وشنا هي المشاكل اللي اعترضتكم، سواء الطبائع النفسيه او التقاليد المختلفه او صعوبه الانسجام مع الوضع. والسؤال الاخر، بعض الناس اللي ما كملوش هاد السنه اولى حياه وقرروا انهم ينفصلوا، حبذا لو يتصلوا بنا ويخبرونا شنو هي الاسباب باش نستافدوا جميعا، باش الاجيال المقبله ما توقعش في هاد الاخطاء اللي كتبقى تعاود وكتعاود وكتمشي في صمت وحتى واحد ما عارف اش كاين. كذلك كاين بعض الناس اللي دوزوا سنه اولى حياه وثانيه وثالثه ورابعه، وصلوا 30 سنه حياه او 40 سنه حياه، ولكن كلها عذاب كلها شقاء، لان في السنه اولى حياه فشلوا وما قدروش يتفرقوا، صبروا على قبل العائله وعيب وحشومه، واستمروا على قبل الوليدات، ومضت الحياه 30 سنه 40 سنه عذاب والم وشقاء. فسؤالي لكم ايها الساده المستمعون ويا ايتها السيدات المستمعات، بغينا نعرفوا كيف مرت سنه اولى حياه عندكم. الشباب ديالنا اللي هما في مقتبل العمر مزيان يعرفوا هاد المشاكل وما هي الحلول المقترحه، وبالتالي غادي يتجاوزوا الخطا اللي وقعوا فيه الاولين. حبذا لو ان الامهات والعجوزات اللي عندهم خبره وعندهم مهاره وعندهم حكمه بطول الزمن انهم يتصلوا بنا ويورونا ما هي الاسباب وكيفاش ممكن نحلوا هاد المشاكل وتصبح الحياه ديالنا كلها سعاده وابتهاج. فلمن اراد ان يتصل، خطوطنا كلها مفتوحه من الان الى حدود منتصف الليل مباشره معكم. ارقامنا هي 05 22 43 00 09 او 05 22 46 52 او 51. مستمعي الافاضل، غنبقاو مع فاصل قصير ثم نعود اليكم، فابقوا معنا واتصلوا بنا بكتفتكم المعهودة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الأفاضل، نجدد الترحاب بكم في هذا البرنامج الذي هو منكم وإليكم، وموضوعنا كما سلف الذكر هو سنة أولى زواج. كيفاش دوزتي السنة الأولى من الزواج ديالك؟ ما هي المشاكل اللي اعترضتك؟ واش كملتي الطريق ولا قررت انك تهبط الرايه وتفشل في الحياه اللي بديتيها؟ هذا هو الموضوع ديالنا. كانوا ازمان الامهات وبعض الاسر فيها عائلات حكيمات كتلقى المراه كتوصي الزوجه كتقول لها يا بنيتي كنتي في دار باك معززه مكرمه وجيتي دابا عند واحد العائله جديده، خاصك طبعي بالطبائع ديالهم، حاولي ما امكن تنساي الظروف العائليه اللي عشتي فيها وتاقلمي معهم، راه هذاك الزوج هو المستقبل ديالك. كتوصيها بالصبر وكتوصيها بالقناعه وكتوصيها بانها لا تكلف الزوج ما لا يطيق، وكتوصيها بانها خصها تحترم ام الزوج والعائله والاحباب وتقنع بالقليل. كذلك الزوج، كانوا الناس ايام زمان اللي عندهم الحكمه في القبيله كيوصيوه كيقول لي اولدي كنتي وليد دابا انت راجل،
خاصك تعبر عن الرجولة ديالك، خاصك تكون فيك الكرامة والرحمة وفيك النفقة والقلب الكبير، وكيوصوه بالصبر ثم الصبر ثم الصبر، وكيقولوا لي بأنك غتعترضك مشاكل وهموم إياك ثم إياك أنك تنهزم أمامها. وهكذا كيدخلوا الناس بالنصائح طيبة باش يجمعوا الشمل، لكن في بعض المواطن الأخرى كلقوا بعض الناس كيدخلوا كيحرشوا وكيبدوا يقولوا الفلان ما عندك كرامة، ما عندك نفس، شوف فلان الآخر قل منك وأجدار. وكذلك البنت الأخرى كيحرشوها كيقولوا لها فلانة جات غير من وراك وعززها الراجل وكرمها وجاب ليها وانت ما درتي والو، وكتبدا هاد الضغائن كتكبر في النفوس وكيبدا الاصطدام، وفي الاخير كيفشل المشروع المقدس اللي هو مشروع العمر. غناخدو اول مكالمة من اقليم ورزازات مع ام ياسر. لالا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم. نتربك شوية حيت أول مرة عندي تنتصل. مرحبا بك للا أم ياسر من ورزازات، ياك يا للا؟ من ورزازات. للا أم ياسر أنت مزوجة؟ مزوجة وعندي وليدات. تبارك الله، الله يخليهم لكم. واش بقى كتذكري لما يلا تزوجتي السنة الأولى ديال الحياة ديالك الزوجية؟ كانت مزيانة، زعما الزوج مزيان، ما عمرنا لقيت مشاكل معاه الحمد لله. حتى هي مرضيه الوالدين طبيعة الحال، حيت زعما تربينا والوالدين زعما مزيان ربونا مزيان، ماشي شي حاجه الحمد لله. المشاكل كيكونوا تقريبا مع العائله ديال الزوج، ماشي غير الزوج اللي كتكون فيه المشاكل. ربما الزوج مزيان فاهمين، ولكن العائله اللي لقيتي الاختلاف ديال الطبائع. واش هو من نفس المنطقه اللي عندكم؟ احنا من نفس المنطقة بجوجنا بحال بحال، ماني غريبة عليه ما غريب عليا الحمد لله، من نفس الطبقة من نفس كل شيء والحمد لله. مستوى اجتماعي متوافق، البيئة هي هي، ولكن لقيت المشاكل ديال العائلة بحالاش مثلا؟ واش هما كانوا باغيين لي شي امرأة أخرى؟ لا ما عرفتش، ما عرفتش. المهم لقيت مشاكل معاهم بزاف. واش سكنتي معاهم؟ سكنت معاهم. كتذكري اول ليله يلا جيتي لعندهم وفي الصباح خصك تنوضي تشقاي طيبي توجدي راسك؟ بطبيعة الحال حقاش كنت هكاك حتى عند الوالده، زعما تنطيب حتى كلشي هكاك، ما لقيتش فيه تنطيب حتى كلشي كنديرو زعما ماشي، ولكن بحال ديت ليهم ولدهم بحال. واش مشاكل طويله كثيره بزاف. المشاكل لقيتيها مع الاب ديال الرجل ولا الام ديال الرجل؟ الام والخواتات. ديما كنسمعوا غير العائلات بعضياتهم، هما اللي مخاصمين، الرجاله كنلقاهم مسامحين. ما عمرني زعما قلت ليه سير دير قول لوالديك ولا شي حاجه. المهم نعم المشاكل كاينه بيناتنا، ولكن ما تنقول ليه والو، ما تيمشيش ما كيقول لهم مالكم درتو ولا شي حاجه. انت مرضيه لالا ام ياسر، هنيئا لك. عندي واحد المشكل هو انه خويا. ما خوك؟ خويا هو اللي عندنا فيه المشاكل بزاف، تزوج واحد السيده بغيناها ليه. نعم دابا غنتقلوا الاتجاه المعاكس. هلا عيالات في اتجاه المعاكس. المشكله انايا زعما صبرت لداكشي ديالي، انايا تقبلت وكلشي. نعم ولكن تتبقى فيا الوالده ديالي اللي معذبه بزاف. الله الله الله. زعما دابا تقريبا جي 7 سنين هذه باش نجوج ولدها. ايه وما عمرها نهز شفت مع هذيك العروس. لا حول. ديما معذبها وكتقولها الكلام، راه كي راه ولدك هذا كان ولدك دابا راه عاد راجلي انا. ما شاء الله. تتصور انه ما تيكلمهاش. ما شاء الله. تكون مريضة طايحة في الأرض. إلا ما قالت سير شوف أمك ما يمشيش يشوفها. لا حول ولا قوة. يدوز من حداها ما يقولها حتى كي صبحتي الوالدة. ساكن معاها في نفس الدار؟ أو قريب؟ ساكن معاها. ما شاء الله. قالوا ليه زعما الناس ما اللهم احسن تعزل منهم باش ما تبقى معاهم في هذوك المشاكل، كيقول ليهم لا، وكتقول ليهم مرتو ما يمكنليش حتى نعذبهم مزيان. ما شاء الله. اخوك في الاول قبل ما يتزوج كان مرضي مع الام ديالك يزورها؟ هذه هي المشكله، عيني امه. ومن بعد ملي تبدلت الامور؟ تبدلت بزاف 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 بزاف. ما عمرنا تصورنا ان خويا واحد النهار غادي يسمح في الوالده ديالو. لا حول ولا قوه الا بالله.
رغم ان ديك الوالده مسكينه حتى هي دوزات عليها العزوز ديالها مكائد ما شاء الله تعبات في حياتها حتى دابا حتى الام ديالك دوزتها عذباتها ماشي عجوزها ماشي الراجل غير المراه لا الشيخ ديالها الشيخ المهم ناسها كل شيء عزوزتها شيخها صلاتها وصابره ولا حد الان صابره لا حول هذا المشكل في الغالب كيوقع بين العيالات كيبقى يتنقل من الواحد لواحد وكيتولد من جديد واش العيالات بيناتهم ما فاهمينش ما نعرفش زعما هاد مرت خويا طحني الا مشينا دابا للدار عندهم ما كتفهمش معانا كتعامل معانا بواحد اش ما عجبهاش اش ما عجبهاش ما عرفناش اش ما عجبها غير حنا حنا بغيناها بغينا لهم غير الخير ما بغينا لهم انتوا بغيتوا حتى النهار الاول مشيتوا خطبتوها وكنتوا فرحانين فرحانين ما تصورش اننا خونا غادي يتزوج وفرحانين اللي رغم اننا وعنده سبعه د الخواتات تبارك الله هو الولد الوحيد هذا خو خواتاتو تبارك الله غادي يكون معزز مكرم معزز مكرم هذا ولد الشوك غادي يكون عنده واحد القيمه كبيره بين خوتو بين خواتاتو كبيره ما تصورش وكتقول ليه كتقول لمرتو راه حيد هذيك المعزه ديال خواتاتك اللي عزيز عليهم غادي نحيدها ليك الله غادي نحرمها فيكم وحنا تنعيشوا بواحد العيشه زعما ما بيناتش لهم هذاك الشيء واش هذه غيره؟ ما عرفتش بعض المرات كتكون كيكون داك العريس مرضي مع والديه محبوب عند خواتاته وعنده واحد القبول فيما بينهم ربما المراه كتشعر بالغيره كتشعر بالغيره بان خاضوه لقضية حتى عند الناس مقبول عند الناس ما شاء الله ودابا تيقولوا الناس ما يمكنش هاد الدري فهاد زعما تبدل لها الدرجه تيقولوا ليه الناس راه مهما يكون راه والديك هادوك ما يمكنش تفوت موك والناس عارفين زعما ديال المنطقه نعم. كيفاش عشت امو كيفاش رباتو حتى ولا هكاك ما شاء الله والد وليد وتتحماق عليه وما كيخلوش يجي عندها حارمين الام من الحفيد ديالها حارمينه من الوالد ديالي ومن امه ما يمشيش عندها لا حول ولا قوه الا بالله ما عيشنا واحد العيشه ما تصورش ما عرفنا ما نديرو هي بنو الناس قالوا لها ديك العروس شو ما داكشي اللي كديري عيب عليك هذاكشي اللي كديري راه ما عرفتش ما عرفتش انا نقول لك والاخ ديالك الشخصيه ديالو واش هو شخصيه قويه ولا شخصيه تبعيه اللي كيسمع كيقولوا دينا زعما اللي قالوها قالوا لي واخا لان خصو يكون هو عنده شخصيه قويه ما يسمعش يشد العصا من الوسط ما تقريبا يقدر يكون يسمع الهضره ما نعرف لانه يقدر يكون درويش بزاف. انا كنحتارموه من الاول كنا كنخافوا منه وما كنخافوش من الوالد. الام ديالك في النهار الاول رباته واش قوي ولا رباته بانه درويش؟ درويش وفيش واحد زعما الطبع ديالو درويش. ما شاء الله حتى كيكون. كتصور كان خواتاته مزوجين تيمشي عندهم وحده كيدي لهم اللي قسم الله تيمشي عندك. كيكبر بهم. شحال جميله ذاك الاخ ملي كيدق الباب عند اختو وكيجي مع اللي قسم الله في يده كيكبر بها. بارك عيدك الدخله ديالو كتدخل يدخل عليك بارك لي يجيب لك حتى شي حاجه المهم راه خويا جا عندي حتى راجلك كيحترمك وكيقدرك دابا ما كيوصلناش نهائيا لا اله الا الله ولو التليفون يسول عليك واخا تمراض واخا اللي بك دير ما شاء الله تصور الوالده مريضه طايحه ما كتتحركش خرج الخدمه ديالو غير الناس داك الوليد برحت عليه ما شافتوش امه قالت لي سير برح لي وليدي على الجيران جاو الجيران عاد صنعوا على ولا بناتها عاد داوها للسبيطار دوزوا ليها وبقى فيها الحال بزاف قالت لك ولدي كبرته اي اعتقني اي هزني الدنيا عند بناتي كاع اللي يعطيني الفلوس لا حول ولا قوة الا بالله زعما يعني كتشعر بان كل شيء ضاع لها كل شيء ضاع لها وليد واحد اللي عندها هي كتعرف الناس الاولين نعم. كيفاش دايرين على هي كتمنى بان ولدها غادي يولد ليها وليدات اخرين وغتكبر العائله وغتشعر بالمعزه وبالكرامه وتصور انهم في الدار غير هما بجوج الوالده والوالد وهو ومرته صافي ما شاء الله ما معاهم زعما حتى شي اخت اللي بغات دير المشاكل ولا شي حاجه نعم وهاد المراه اشنو اللي ما عجبهاش اللي خلاها بحال هكا واش هي عنيده واش هي متسلطه متحكمه ولا تا هي ربما ما عرفاش كيفاش تتصرف المهم كانت غير بعدا منا ملي كنمشيو كنكونوا لابسين ولا شي حاجه تقول لك علاش هذيك اختك لابسه؟ هذيك اختك دارت كاينه الغيره كاينه الغيره كتكون في القلوب بعض المرات الغيره والانسان كيكون جالس
وكتدور لي افكار كثيره في الذهن ديالو بحال هكاك. ما شاء الله. زعما حنا ما كنحقدوا عليها، ما كنحسدوها، بغينا لها غير الخير. حتى وحده ما كتكرهها، حتى وحده ما كتزعما تقول لك مالو شرى لها خويا وخلاني انا. ما شاء الله. لالا ام ياسر، غير الخير. نعم. لالا ام ياسر، لعلها تكون كتسمع لنا الان، ربما شنو هي الرساله اللي ممكن توجهها لها ولجميع العروسات عن خوت؟ اول حاجه كنتمناها ديرها، كنطلب الله يهديها تصلي بعدا، ما كتصليش يا ربي، لان اللي ما كيصليش راه معرض لجميع الخطايا، واللي كيصلي وخا يخطا يرجع يتوب ويسد الطريق. وما نعتقد انها تسمع لي دابا، حيت ما كتصمت، ما نعرفش. ما شاء الله. المشكله الوحيده انها دابا مهدها بواحد اخواتها تيجوج، مشاو للوالده ديالها قالوا لها بنتك ها دايره وها دايره. قالت لهم علاش تتمشوا لي للوالده ديالي؟ مها بركات عليها، قالت لخويا دابا تجيب لي التعبئه تهضر مع الوالده تقول لها هذا الشيء راه ما كاينش. فعلا صون عليها، قال لها راه بوم وخوتي هما اللي ما مزيانين، راه مرتي مزيانه الله يعمرها راه، ودابا هذوك خواتاته مقاطعهم. ما شاء الله. قالت لي نهار تكلمهم تلاق. لا حول ولا قوه الا بالله. قالت لي تكلم خواتاتك تلاق. كيهضر لي دابا شي واحد يقول لي خصنا نصالحك مع هذيك اختك راه عيب عليك. كتقول لي هي اللي كتهضر، هو ما كيهضرش. واش هي ملي كتهدو بالطلاق، واش هاد الخواتات واش اداوها شي ايديه كبيره؟ لا، مشاو للوالده ديالها قالوا لها ودي هادشي اللي كدير بنتك راه حشومه، حنا بغيناهم يكونوا مزيانين، خاصني بنتك ترجع للطريق. ما شاء الله. وهي ما بغاتش. الله يهديها الطريق المستقيم. ونتمنى منك الله يجازيك بخير مع هذيك الوالده، الله يجازيك بخير. واخا لالا. الباطل ماشي في انها حيت الوالده ديالي. لان انا حاس بالمعاناه تاع هاد الوالده. هاد الوليد اللي كان وسط سبعات البنات، اللي كان هو الممو ديال عينيها، هو الفرحه ديال العمر، كيبان لي دابا الان ضاع. هو اللي كيعلم كيفاش رباته، كيفاش كبراته. ما شاء الله. وكلاته. ربما خلاته درويش بزاف، وما عندوش القدره على التحكم في زمام الامور. الله يعمر ليه الدار. وربما يخيبوش، ربما يخيبوش، مادام نيته صافيه. غير هو يبقى مرضي الوالدين. الا كانت الزوجه ما بقاش مرضي الوالدين، لحقاش حطمها بزاف الوالده. لا حول ولا قوه الا بالله. ما شاء الله. وهي في المشاكل معاه، وهي في المشاكل، وكتقول الله يهديها وليدي، الله يهديك، الله يهديك يا رب. ولكن عارف راه القلب الا قصح شويه راك عارف الوالدين تيبقى فيهم الحال. ما شاء الله. لالا ام ياسر، ان شاء الله حنا نشكرك على المكالمه ديالك، وحنا ان شاء الله غنناقشوا هذا الوضع هذا، وغنلقاو الحلول من جميع الجهات باذن الله. شكر الله لك ام ياسر. وغنتقلوا من ورزازات الى اقليم الرشيديه مع لالا فاطمه. السلام عليكم لالا. السلام دكتور. حياك الله لالا. حياك الله. انا مرتبكه شويه. هي لالا ونحي لك الارتباك لالا فاطمه، وغنسولك انت متزوجه؟ لا دكتور مازال. مازال. ملي كتسمعي هاد المتزوجين سنه اولى حياه بداوة المشاكل، واش كتستبشري خيرا ولا كيدخلك شويه الخوف؟ هو دكتور عندي تجارب اصلا اللي كتخليني كنتخوف شويه، ولكن واخا هكاك عندي امل في الله. لا اله الا الله، هذه اعظم كلمه سمعناها اليوم، هي الأمل في الله تعالى. تا حاجة ما هي صعيبة، كل شيء ممكن يتغير إلى الأحسن بإذن الله. بإذن الله دكتور. أنا باغي نعاود لك القصة ديالي ونتمنى تنصحني. يا لالا فاطمة مرحبا. دكتور أنا ملي كنت كنقرا في السابعة، ملي كانت عندي 12 عام، نعم، خدموني واحد نفس من العائلة، من العائلة ديال الوالدة، نعم، وبقينا هكاك ماشي خطبه يعني خاتم وهذا، غير كلام، غير كلام. كاع العائلات كيديروا هكا، وليدات صغيورين كيقولوا فلان لفلانه وكيفرحوا وكيضحكوا، ماشي بالمعقول بالمئة في المئة، غير نوع من فرحه بين افراد العائله. يا دكتور ولكن يعني راه كل شيء يعني في كنا في السفاح ولا شي حاجه، يعني فلان تا راه ديال اللي مرات فلان، فلان تا غتكون زوجه ديال فلان. المهم انت اختي فاطمه كان عندك عمرك 12 سنه، وفلان هذا شحال عمره كان؟ كان عنده 22 سنه. مزيان.
المهم بقينا هكاك واحد 5 سنين هكاك. نعم صافي. انا هي بقيت صراحه بقيت كنايا كنقول باغيه بنادم، يعني باغيه فاكسي بنادم باغيه من قلبي، ولكن كنشوف عاوتاني الله راه حرام عليا انني نتقرب ليه ولا يعني ندير معاه شي تصرف نقصو بغي بوحدنا، ولا كنقول انه حرام عليا. لا هذا ماشي زواج، هذا غير وعد بالزواج، غير خطبه غير كلام. والزواج امتى غيكون زواج؟ خصو يكون الصداق والعدول والشهود والدفوف والوليمه، غادي تسمى زواج. والاعلان هذا غير وعد بالزواج. وانا ياك بقيت صابره ديك المده، بقيت صابره واحد النهار وانا اصلا كنقرا القران هكا، كنصلي في وقتي، كنجلس حتى لديك الوحده اللي بلاش ونتوضا ونصلي 8 ركعات، عاد نصلي الفالوتر يعني نقرا القران، كنقرا القران حتى كنعس فوقو. تبارك الله عليك، كنت صغيره وعندك هذا الاجتهاد، هنيئا لك. يا دكتور المهم بقيت واحد النهار كنقرا القران وحسيت بشي حاجه في قلبي، يعني واحد الخوف، واحد قلت انا في ديك اللحظه قلت واقيلا الموت هذه، ما شاء الله غنموت. بقيت كنقول هذا صحاب الدار، لا ما نخلعهمش. بقيت اليوم هذا الصباح غنموت، هذه العشيه غنموت، صافي يعني وركبني ذاك الخوف. ملي قلتها لصحاب الدار بقاو كيديوني للرقيه الشرعيه وهذا والو. اللي مشيت لعندو كيقول لي خاصك تمشي لهاد الناس تقول لهم يا اما يتزوجوك على سنة الله ورسوله يا اما يخليوك. نعم. مشيت عيطنا للولد انا والوالده، وقالت ليه عساك ولديها مكانها مكان بنتها مرضات، وخا حتى الا ما قدرتيش على العرس دابا دير لي على العقد ديالها، المهم تكون مرتاحه في خاطرها ومن بعد نشوفوا العرس. نعم. قال لي هذا الشيء ماشي ديالي بوحدي، مشي نتشاور مع اصحاب الدار. مشاو يومين ما شفناهمش، واحد النهار جا الولد دخل سلام سلام، وقال لها لامي باغي نهضر معاك. قالت له واخا ولدي. قال لها راه انا وفاطمه ما تفاهمناش. ما شاء الله، وانت مازال باقا صغيره ما عرفاش ما معنى التفاهم. فاش قالها كانت عندي 17 وشي شهور هكا. اذا بدات كتنضج شويه الحمد لله. يعني لحقاش دازت 5 سنين ما يعني مرهونه، 5 سنين مرهونه. وطمعك انك صافي قلتي راه هذاك هو الزوج ابو اولادي هذه الاسره وبنت باقا صغيره. صراحه دكتور حلمت وكنت كنقول ملي نتزوج غنكون هكا، ملي نتزوج غندير هكا. طبيعي جدا، اي فتاه في السن ديالك في الوضعيه ديالك كانت غتجيها نفس الاحلام ونفس الطموحات. دكتور المشكله خرجت حتى من قرايتي، يعني من الكاتريام ديت الكاتريام وخرجت، قال لك بابا ضروري ماذا باغي تزوجي، خاصك تخرجي من قرايتك، خاصك تعلمي الكوزينه، خاصك هذا. خرجت وفتالي فاش قال هكاك صافي، يعني بكلمه واحده انه ما تفهمناش، فرق كاع هذيك السنين كامله. تحطمت كل الامل. حطمني نيت دكتور، راه يعني ربما هذا هو السبب. ديك الليله راه وصلت حتى للسبيطار. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن أصعب دي كنقول كل شيء بيد الله، ما عليناش، ما تعرف واش فيها الخير. المشكلة مازال ما كملش، مازال 20 يوم من ورا ديك الكلمة، جا واحد السيد. نعم. شافني كلم الوالدة، قال ليها عجبتني بنتك، كانت مع حتى الوالدة ديالو. صافي قلنا واخا، ما شفناش العيب في الأول، قلنا واخا. نهار بحال نهار الخميس، نهار السبت جاب الخطوبه ديالو، مشي 20 يوم تقريبا 20 يوم درنا العقد. مزيان. انا درت العقد، كنهضر مع السيد هكا ولا يهضر معايا ويبقى لي علاش ما هضرتيش وعلاش ما كنقول له ما عنديش الروشاج، وحنايا على قد الحال. نعم. ماشي شي ناس اللي بخير عليهم شي حاجه، حنا على قد الحال. واصلا ملي كنت مخطوبه بك راني كندير المستحيل باش نهضر معاك، ودابا ملي عقدنا راه تهضر معايا انت، ولا حتى الا بغيت نهضر مع الوالدين ديالك صيفط ليا غير وشاج وانا نهضر معاهم. نعم، ربما كيبغي المبادره من عندك، ربما كيبغي تحسي بانك كتهتمي به، حيت كاين بعض الرجال فيهم هاد الصفات وبعض العائلات ما فاهمينهاش. ربما المرأة كتظن بأن دائما
الرجل تجي من المبادره، لكن كاين بعض الرجال عندهم هذا الاحساس كذلك. ودكتور راني كنهضر وكندير حتى الساعه ونبقى نهضر حتى كتسالى، هو راه كيهضر ما كاملش حتى ربع ساعه ويقطع. المشكله انني تربيت في واحد الاسره ما عندناش فيك تخسر الهضره ولا يعني ما احترام احنا اه نعم. هو ملي يكون كيهضر خاصو يخسر الهضره، خاصو يهضر في شي مواضيع اللي انايا ما كنعرفش فيهم صراحه دكتوره، ما كنعرفش دوك المواضيع. نعم. هو لا والو خاصك تهضري، انا واخا كنخليه يهضر كنخليه على خاطرو كنخليه يهضر، ولكن كيبقى يقول لي علاش، واش انا كنهضر مع الحيط، واش انا يا بوحدي كيقعد تخليني كنهضر بوحدي. كنقول ليه راه ما كنعرفش، راه داك الموضوع ما الا بغيتي تهضر فيه انت يهضر، انا راه ما كنعرفش فيه. الخطوبه ديالكم في الاول ما استمرتش طويل، ما تعرفتوش قبل الخطوبه، غا جيتو قلتو بسم الله وتوكلتو على الله. اه داكشي اللي درت دكتور. ولكن بان لك غريب، ربما انت ما غير متحمسه لهذا الزوج هذا. صراحه دكتور في الاول يعني يعني قلت زعما انه غادي نلقى الخير من القدام ما تعرف، واصلا صراحه من نهار الخطوبه ما عجبنيش كلامه شويه، انا ضليت الخاتم ديالو صراحه. غير بابا اللي قال لي واش العديان داكشي اللي بغاو بغيتي ديريه. دابا انت رديتي الوالد ديالك، رديتي الوالد ديالك. اه اختي فاطمه، ملي قبل ما تكتبوا العقد ديال الزواج، واش مشيتي اختليتي بنفسك مع الله تعالى وصليتي صلاه الاستخاره؟ صراحه دكتور ما صليتش صلاه الاستخاره، ولكن قبل فاش الله بغى ندير الخطوبه صليتها، وفاش كنت هكا انا جالسه وكندعي وسديت عينيا وما يبانوا لي، بانت لي افعى والنيه ديالها هكا خارجي. لا حول ولا قوه الا بالله، هذا لا يبشر بخير. وانا يا قلت زعما راه يا اما الاولين ولا شحال ولا العديان شحال اللي بانوا لي. نعم. داكشي علاش ما نعم. ومن بعد اش وقع؟ من بعد درتوا الزفاف، درتوا العرس؟ لا، غير يعني ميساج واحد. دابا واحد النهار بقى كيهضر في ذاك الموضوع اللي قلت لك وما عجبنيش الحل، انا راه ما كنعرفش فيه، هو يقطع. قال لك واش انا كنهضر مع الحيط، هو يقطع. قطع ما عاودش انايا صونيت عليه. واحد ثلاث ايام جاني ميساج، واحد الميساج يعني انا قريته ما فهمت والو. قال لي واش اصحاب، قال لي واش المهم. نعم. مفهوم الرساله هو ان هذا السيد هذا ماشي جدي في العمل ديالو، لان اللي بغى يتزوج كيبغي يكون اسره وامراه محترمه وعائله ثابته. ربما واقع عنده ربما افكار ديال الصبيه. نعم دكتور، المهم فيت خلاص خسر الهضره فيه وعايرني والغداره، وانا باش غدرت كاع ما درتش شي حاجه زعما كاع الغداره، فين وصلنا لهذا الشيء. ما شاء الله. دابا انتم باقي كاع ما دوزتوا سنه اولى زواج، يلاه الاسبوع الاول راه يلاه 15 يوم من وراء العقد. ما شاء الله. شعرتي بالغربه بان هذا السيد غريب عنك؟ اصلا ما شفتوش غير نهار الخطبه ونهار العقد، لقيت ماشي من نفس المدينه. المهم جا غير نهار الخطبه ونهار العقد، وماشي حتى زعما جلسنا يعني وتذكرنا ولا شي حاجه، غير هكا وسط العائله وسط. ما شاء الله. ورا الناس كينصحوا بان هذا الزواج السريع عنده مخاطر كثيره، ان البنت ما شافش الشاب وما شافهاش وما كيعرف عليها والو، وكيزيد وكيترمى مع انه مصير ديال العمر بكامله الا في حاله واحده ممكن الانسان يزرب، الا كان استخر الله تعالى وربي وراه رؤيه طيبه مباركه. انا ذاك كيمشي بعيني ممضن، لان صاحب الشان ياذن له، لكن انسان ما دار لا استخاره لا والو وجي يزرب راه كيغامر كانه كيدير مقامره. وفي الختام اش وقع اختي فاطمه؟ صافي طلقنا، هضرات معاه الوالده. المهم طلاق قبل البناء، طلاق قبل الزواج. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. غير المشكل دابا اللي عندي دكتور، اييه كنخاف ما كنعرف، ما عرفت الناس خايفه وكنخاف هكا، ولا باغيه نصلي ولا غير نسمع القران هكا كنخاف، ما عرفتش علاش. وانايا من خاطري باغيه نقرا القران، باغيه نصلي، باغيه نرجع كيف كنت من دابا نرجع كيف كنت.
ايام ما بديتي اول مره كنتي طفله صغيره بريئه على الفطره السليمه، ثم الانسان المجتمع كيلوت هذه الفطره، كتلوت وكتعود منحدرات ومنعطفات وخدوشات. كتمنى ترجعي فاطمه الصغيره 12 سنه مع القران الكريم ومع الذكر ومع الثقه بالنفس. نعم دكتور والله الا كنتمنى، كنقول ما كرهتش دابا غير نجلس ونقرا القران في خاطرين ومرتاحه كيف كنت كنبقى نقرا وكنبكي وكنفرح، واخا كنبكي فرحانه من قلبي. دابا لاله فاطمه شحال العمر ديالك؟ دابا 18 سنه و6 شهور هكا 18 ونص. وانت باقا طفله صغيره، انت باقي كاع ما دخلتي سنه اولى حياه، مازال باقا صغيره الحمد لله، رغم انك في الرشيديه وهاد المنطقه ربما كيزوجوا بنيتهم مبكرا، ولكن راكي باقا صغيره الحمد لله. اختي فاطمه ما تعتبريش هاد الشيء اللي وقع لك فشل، اعتبريه غنى في التجارب. هذه تجربتين، دابا انت عندك في الريبرتوار ديالك في الرصيد ديالك تجربتين، وباقا مازال صغيره، وان شاء الله تعالى ربي غيفتح لك ابواب التيسير كثير. راه كاع الناس دابا الان الكبار لو كل واحد منهم سولناه على المسار ديال حياته غادي يقول لك وقعت لي كذا وكذا نكسات ومصائب، ولكن كاين اللي قوي كيعتبر ديك المصيبه تجربه، وكاين اللي كيقول لنا راهي مصيبه انا اش وقع لي، كيبقى يبكي ويتبكى حتى يصاب بالمس. يا دكتور انا كنقول له الحمد لله على كل حال، كنقول راه دار لي الله الخير. الاول راه ما كانش عنده شي وظيف مرسم، وكانوا حتى الاخوات ديالو ما كيبغيونيش بزاف، يعني كنت غتعذبي كون مشيتي معاه تعذبي. نعم كنشوف الحوايج السلبيه وكنقول دار لي الله الخير الحمد لله. والثاني هو كذلك، غير انا الناس خايفه دابا علاش ملي كنبغي نقرا القران ولا كنبغي نصلي ما كنقدرش. الصباح ملي الله كان فيق وداك الصباح كان مزيان كنقول اليوم غنصلي غنجلس في الليل غنتوضا نصلي صلاتي ونقرا القران، مي غير كتوصلي هذيك العشيه صافي كيتبدل عليا الحال ما كنكرهش. هذا لاله فاطمه هو اللي يعتبر بالبدايات ديال المس، كيصيب الانسان ملي كتكثر عليه الاضطرابات النفسيه وما كيلقاش الحلول وكيبقى يتساءل مجموعه التساؤلات وما كيلقاش لها جواب. بعد اصفرار الشمس كيجي العصر وكيبدا يتقلب، ديك الساعه كتبدا تجيك واحد الافكار سوداويه. نعم وما غتحمليش خصوصا نهايه العطله، مثلا الحد بالليل غير مرغوب فيه، انسا كيكون السبت والحد فرحان، غدا المدرسه او غدا العمل، يعني دائما عنده واحد الاحساس بالقلق وبالخوف وبواحد الغمامه السوداء في الذهن ديالو. كتجيه كل يوم بعد العصر وكتجيه في نهايه كل عطله، يعني كانه غيبدا يواجه مشاكل كثيره، لكن هادشي كله ساهل جدا. اختي فاطمه راه ممكن انت ما عندك حتى حاجه، مجرد عن اللي عندك هو انك مرتي بتجربتين وربي نجاك منهم. حنا غنقولوا كلمه بسيطه في الدين ديالنا، ما مكتابش فقط بلا ما نحلل ونناقش، كاين بعض الصالحين كيقول غير كلمه واحده وكينتهي، نقطه ارجع الى السطر اقلب الورقه البيضاء وكنبدا حياه جديده، ما مكتابش. كون كان داك السيد الاول مكتاب كان غادي يديك ولو يكتفو بالسناسل، والثاني كون كان مكتاب كان هو غادي يديك ولو يدور لك البحور والجبال، ما مكتابش. اذا اش غادي ندير؟ صفحه جديده بيضاء، ما نبقاش نشعر بانني كنجر هاد الهموم، لان انت ما تقدريش تقري القران الكريم لانك انت الذهن ديالك عامر بالمشاكل، انت كتخمي بزاف في هادشي اللي وقع وكتخمي بزاف في اللي غادي يوقع في المستقبل، كتدخلي اش غندير غدا وبعد غدا اش غادي يقولوا عليا الناس، القيل والقال والنظره ديال المجتمع. ما يهمكش المستقبل بيد الله، والمجتمع ما يهمكش، لان كل واحد منا احتازين مخطاته الاولى، كل واحد منا له نصيبه. اذا اش خصك ديري؟ خليك فاطمه القويه واستعيني بالله تعالى، اعتبري ان التجارب مضت وتستفيدين منها، المستقبل كله امامك، غيجيب لك الله تعالى مرشحين جدد. قبل ما تقولي نعم ام لا، اختلي بنفسك مع الله لمده 3 ايام، قبل ما تقولي موافقه ما موافقاش، 3 ايام ديال الخلوه مع الله تعالى، نكون كنصلي يا رب اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وانت علام الغيوب، يا رب لكن هذا الزوج صالح لي وله الخير لي في ديني ودنياي
وعاقبة أمري، فيسره لي وقدره لي وبارك لي فيه، وإن كان فيه شر في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني، وقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به يا كريم يا كريم. نكثر من الابتهال مع الله، وربي سبحانه وتعالى غادي يوضعك في يد أمينة. كوني متأكدة أن الله تعالى غادي يوضعك في يد أمينة. أمين يا يا دكتور، ما عرفتش علاش صرحت أنا هاد التنين، ما عنديش مشكل. الأولين لحد الآن كنبقى نحلمهم، ما نسيتيش كنبقى نحلمهم. نعم، لأن هذيك كان صادق، كانت مشاعر صادقة واستقرت، لأن كل فتاة إلا وعندها واحد كيقولوا فارس أحلام يصور في ذهنها لأول مرة، وكتبقى ديك الصورة منطبعة. لكن كيقولوا مع ذلك بأن اللي غيبقى في الذهن ديالك ماشي هو داك الأولاني اللي شفتيه وانت صغيرة، هو داك اللي غيكتب لك الله زوجا على سنة الله ورسوله. هذيك غير مجرد أحلام ديال المراهقة، جاتك في واحد سن معين دغيا غتمحى. المحبة الحقيقية غتكون في الزوج اللي غادي يختار لك الله تعالى، المحبة الحقيقية للآخر اللي هو غادي يكون على سنة الله ورسوله. هذا لا يعني بأنك راه غيجيك الثالث والرابع والخامس والعاشر، الله أعلم بغيبه، ولكن اللي غيكتبه الله تعالى هذاك هو اللي ثبت في ملكوت الله في السجل المحفوظ، راه مكتوب مسبقا. وما تخافي شيء، وربي غادي يفرحك. لالة فاطمة كنتمنوا لها حياة سعيدة، وكنتمنوا لها إن شاء الله مستقبل زاهر. أكثري من الدعاء لله رب العالمين، فإن عنده خزائن السماوات والأرض، خزائنه ملأة لا تنفد، وأي قرار نبغي ناخذه لابد أن أستخير. ما ندم من استخار، وما خسر من استشار. دائما نستخر الله تعالى قبل جميع الخلق، وإن شاء الله ما يكون إلا الخير. نتحول من إقليم الراشدية إلى مدينة سلا مع لالة فاطمة تانية. السلام عليكم. عليكم السلام سيدي، حياكم الله لالة فاطمة. الله يبارك فيكم سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبارك الله عليكم، سعادة الصدر ديالكم والتبسيط ديالكم للناس، وتحاول تخفوا على الناس الألم ديالهم. موضوع اليوم هو نعم سنة أولى زواج. أي سيدي لالة فاطمة أنت مزوجة؟ مزوجة سيدي، أنا عندي 52 سنة. تبارك الله وصلى عنبي، الله يزيدك في المدد. الله يجزيك بخير سيدي. 33 سنة الزواج. تبارك الله، كاين وليدات كبروا الحمد لله، هنيئا لك. الله يجزيك بخير سيدي. بقى لالة فاطمة كتذكري الأيام الأولى ديال الزواج ديالكم؟ كنت تذكرها، واخا ما كانش مطبوعة بشي حاجة، زعما اللي هي عادية جدا. الزوج ديالك واش تعرفتي عليه ولا من العائلة؟ هو من العائلة الحمد لله. من العائلة كيكون داك شي مطمئن. كيكون انسان مطمئن، والحمد لله عائلته الله يعمرها دار، كلهم واحد بواحد، ما عمر يقيس معهم شي مشكل الحمد لله. ما شعرتيش بالغربة اللي مات الأولى؟ لا سيدي، هي المشاكل اللي جات من جهه اخرى، والانسان كيفاش كان مربي واخا من العائله نعم، ولكن هو مربي في منطقه اخرى بعيده، الشكل ديال كيفاش كيربيو الناس ولادهم في ديك المنطقه ماشي هي بحال مثلا انت كتكوني كبرتي في الدار البيضاء وقريتي مثلا في وسط الدار البيضاء، في قلب الدار البيضاء، كاين الحضاره كاين المدنيه، حضاره وليس نعم. واكبر ليسي في الدار البيضاء ليسي شوقي تبارك الله، وما ادراك ما ليسي شوقي اللي كانت واحد الفتره الزمنيه فيها الادباء والشعراء. شديت البكالوريا في الثمانينات هذيك السنه. تبارك الله تبارك الله، في 80 بالضبط، في سنه 1980. تبارك الله لالة فاطمة، هنيئا لك. الله يجازك بخير سيدي. ولكن سبحان الله العظيم ما كنتش بعدا كاع الفكره الزواج كتطرح ديك الساعه. المستوى الثقافي بينك وبين الزوج ديالك متقارب؟ متقارب تقريبا، هو كان ديك الساعه كان معلم ودوز شي امتحان ودار داك المركز ديال الجهوي ديال الاساتذه. تبارك الله، ديك الساعه انا كنت في البكالوريا ودرت لها ناس في الرباط. اييه
تما فين في عند العائله فين شافني، وكنت السنه اولى في الناس ديك الساعه تبارك الله. وسرعان ما غادي داكشي كله غادي يتغير، داكشي كله ما غيبقاش منه حتى حاجه. غادي سبحان الله العظيم ديك الفتره فاش حنا درنا العقد نعم، وغادي ينتقل هو من هذا القطب لهذا القطب، غادي يلتزم، وداك الالتزام زعما ما فيش الوسطيه نهائيا. ومشى للتشدد. التشدد بزاف، وانا ديك الساعه ما فاهمه والو. انت باقي الله مخرجه من ليسي الشوقي في السونتر فيل وقاريه الادب ديال موليير وديال كذا، داكشي اللي كاين. وحتى ديك الساعه ديك الوقيته كان الالتزام قليل وكيبان لنا بحال شي نعم الثمانينات. الثمانينات ديك الساعه كانت الموجه ديال الاخوان المسلمين، وكانت الموجه ديال الفكر الخميني نعم، وكانت الموجه لينا حتى حنا اللي التزم راها نعم، وكانت جماعات اسلاميه كثيره، الجماعات العدل والاحسان، جماعات السلفيه، جماعات التبليغ. دابا هاد لي ديتاي دابا اللي كنعرفو حنا، دابا ديك الساعه ما كناش كنعرفوهم. نعم كنا كنسمعوا بان هادو اخوان 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 غادي يشدوهم ولا نعم. هادشي اللي كان. وعاوتاني وزيد اضيف الى ذلك في الاسره ما كانش زعما شي دين ولا الاب مسلط وما تيخصك والو، كان دين تقليدي طبيعي شعبي. ما كانش كاع ما كيصليوش الاب متسلطي ومزيرنا والتربيه وهذه غير بالتقاليد والعادات وهذه غير بالعرف وصافي. نعم غير داكشي ديال الاعراف وصافي، ولكن شي دين اللي هو زعما مأسس مزيان وهذه والدين ديالنا شنو خصنا نصليو، ما كناش كنعرفوا كاع بني الصلاه راه كيسحبنا. لان اختي لاله فاطمه الانسان نعم في الثمانينات كان هناك الضعف ديال الوازع الديني، كانت المعرفه الدينيه قليله. لا ماشي الثمانينات، السبعينات. السبعينات انا في 80 غنتزوج نعم، ولا في 81، هادشي كنهضرك على السبعينات نعم. وعاد زيد على هادشي غادي نخلي الاسره مثلا في واحد السن ديال 12 سنه ولا 11 ونمشي للداخلي. غادي نقرا من ديك الفتره ديال الاعدادي والثانوي كلها في الداخلي. نعم زعما الحمد لله على ديك التجربه، زعما هي اللي فاتني بزاف الحمد لله. ردتك من امراه ونص لان كتكوني مع الفتيات والاساتذه المراه كتعود حديديه. تعلمنا سبحان الله العظيم من عند البنات اللي كانوا كبر منا، وتعلمنا على راسنا مزيان الحمد لله. وغادي نمشي من تما من هذيك ديال الداخليه تمشي لعند الزوج. نعم واللي علاش انا كاع شاعر بغيت نشارك اليوم نعم، وبغيت نوصي الاسر نعم هذيك التربيه ديالهم ديال البنت حشومه 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 وعيب وعيب وكل شيء حشومه كل شيء، ان وكتدي بعدا معك الا كان الاب صمت كتدي معك بعدا الخوف، وكتشوفي امك كيفاش كانت كتخاف من باك وما تهزوش. الوالد ديالي ما عمرنا كلينا معاه ما شاء الله، عمرنا جلسنا معاه في الطبله وحده وكلينا معاه، كان فينا واحد الخوف ديالو زعما ما عندكش الحق تغلط ولا كاع. ايوا ملي كتزوج وانت مازال في داك كتقلبي على الحنان اللي ماشي عند الاب، كتقول له ربما الزوج يعطيني الحنان. زيد عاوتاني على هذا انك تدي معك بعد ذاك الخوف وفي ذاك السن نعم. ديال 19 سنه 18 وكتعقل على امك كيفاش كانت كتخاف من باك، كيسحبك هذاك هو لو موديل، هذاك هو نموذج الامثل. ايوا وما تخشيتيش النموذج ديال السي سيد، السي سيد اللي متسلط والزوجه ديالو حانيه الراس وكتوجد تربي الوليدات. كاين اسيدي هذاك اللي كاين، وما تغلغلتيش في الوالده ديالك باش تشكي لك زعما الاحزان ديالها ولا تصورك بانك كيجيك داك الشيء بان عادي راك خص تكون ما شاء الله. وكتدي معك داك الخوف باش تمشي عند الزوج، وتخيل دابا داك الزوج اللي ولا متشدد وكل شيء حرام حرام حرام، ونسي داك الضغط بعدا ديال داكشي ما فاهمه والو، كتفرض عليك شي حوايج خصك تقتنع. اش فرض عليك لاله فاطمه؟ فرض عليك الحجاب؟ الحجاب ما كناش كنفهموا بعدا شنو، كلشي حرام في الاخر كاع تا كاع من بعد شي حوايج زعما عاديه ومن حقك، وديك لا ديالتو هي ديالك كتفهمها انت ان راه ما شاء الله ما شاء الله. ماشي حنا دابا محد ولينا كنقراو وكنطالعوا على ديك المسائل كنعرفوا شكون هو الحلال والحرام، ولكن كتبقى شي حوايج زعما خصها تكون فيها شويه ديال الوسطيه باش الانسان يفهم. فعلا هو هذا الاصل ديال الاسلام، الاسلام دين الوسطيه والاعتدال. ما جعل عليكم في الدين من حرج، مله ابيكم ابراهيم.
الانسان ما يبسطش كاع، ما تكونش كاع المتعه، وليداته غادي يعيشوا حتى هما بحال هكاك في داك الزيار زعما صعيبه 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 بتاعش. نعم لا اله الا الله. هاد الحمد لله صبرنا وداز داك الشيء بالزوين ديالو والخايب، واخا الزوين قليل احنا ما كنكروش. نعم والله سيدي زعما واحد داك سبحان الله العظيم داك الشيء فاش كنا كابرين وداك الوسط فاش كنا عايشين والاحلام اللي كنا باني، واخا زعما بحال الانسان بحال شي شوك دابا كتكون جايب هذا وكتصدم بهذا سميتو، واخا هكذاك والله الا سيدي الا تعايشنا معاه وما كنبينوش كاع بان راه هذاك الامر زعما كي الانسان صافي كيدير وليدات كيقول صافي هذا راه كفاح خصني نكافح مع الوليدات، ولكن اللي صعيب هو انك ملي كتعطي ظهرك العافيه باش تسلك دوك الوليدات. نعم حيت انت كتكون واعي كتعرف بان هذا الشيء لا راه كثير خاص لا انا خصني والله يسمح لينا والله الا شي مرات كيأنبني ضميري شي حوايج زعما درتهم بالتخبيه وكنقول واش بحال دابا البنيات يسمعوا الموسيقى واخا ما يبغيش تخرجهم اللي ما يكونش واخا ما يبغيش، مره كنقول حيت عاوتاني غتوقع مشاكل من بعد. نعم ملي كنكبروا وصلوا 30 سنه سبحان الله العظيم زعما داك الشيء ابتلاء. لا لا فاطمه الا سولتك لو رجع بك العمر الى الوراء وكنتي انت غتخطي مسار لحياتك، تبارك الله امراه مثقفه واستاذه، لو رجع بك العمر الى الوراء. ما كملش استاذ راه ما كملش. غادي نخرج ما كملش، غادي نخرج السنه الثانيه من مدرسه الاساتذه. لا حول ولا قوه الا هذا ضياع ضياع. غادي نكون حامله ولكن تداركت الحمد لله. نعم. دوزت واحد خرجت مثلا في سنه خرجت في 82 غادي توصل ديك 85 غادي نكون ولدت بعد جوج بنيتات تبارك الله. غادي نوصل غادي نبدا نشوف داك الشيء اللي راه ما خدامش وداك الضغط وقلت الماده قليله والانسان هالكره هادي وهادي وزيد على الضغوط لان دائما اللي خصك تصبري ما يمكنش. لان فاطمه الزوج ديالك دابا الان بعد هاد السنوات الطويله واش دار مراجعات فكريه للسلوك؟ داكشي اللي كيبقى فيا استاذ ما عمر تحاورنا ولا تيكونوا مشاكل مثلا كتكوني مقلقه وهو مقلق وكذا ولكن باش يرجع ما عمرو يجبد هذا ولا يعتذر ولا محتاجه بان شي مره يتحاور معاك ويقول لك اسمحي لي 30 سنه 30 سنه اللي دوزناها ديال العمر من ديال الزواج غير مؤخرا وقعت شي مشاكل مره كيقول لي وان شاء الله تنخلف ليك وان شاء الله انا غير هذه الكلمه تتنسخ لي كاع داكشي اللي الحمد لله المره محتاجه غير كلمه طيبه وي سيدي راه غير حنا ما طالبين والو الحمد لله ومع ذلك لاله فاطمه فانت المصير ديالك محظوظ وجميل اكثر من الكثيرات لو سمعنا غنسمعوا شهاده ديال النساء غادي يلقاو دوزوا ظروف صعبه انت مازال رغم هذه الصعوبات فانت محظوظه رجل متدين ومتخلق ويخاف الله رغم تشدده ولكن الحمد لله المسار ديال الحياه ديالك راه كان جميل الحمد لله. انقطع الخط مع لاله فاطمه ربما هناك مكالمات كثيره في الانتظار وغنتحولوا من مدينه سلا الى اقليم تهلا مع لاله ام تهلا مع ام اسامه. السلام عليكم. اهلا وسهلا عليكم سيدي. حياكم الله ام اسامه. وحياك استاذ تحياتي كل جمعه الخفاء اللي كيقوموا على هذا البرنامج معك. نعم وتحيه للاستاذ صابر اللي هو معنا اليوم هذه الليله صار معنا في الاخراج وفي تتبع المكالمات. تحياتي للاستاذ صابر. استاذ انا غير بغيت نشارك معك هذه الفقره. نعم. بغيت نقول لك على ان اول سنه تزوج ماشي معياك. نعم ماشي معيار الزواج ناجح. اييه هذه فكرة مهمة للغاية مزيان. ماشي معيار عمرها أول سنة ما كتكون معيار. يمكن كتكون صدف. نعم. ولكن عمرها ما كتكون معيار. تقدري تغير الإنسان. طبعا. إلى الأحسن أو الأسوأ. ممكن يتغير الأحسن
وممكن يتغير أسوأ من أسوأ. سبحان الله الذي بيده الأمور، لا إله إلا الله. غادي يسمعوك بعض العيالات غادي يخافوا اللي راجلها دابا شدت مع الخط. لا لا ماشي غادي يخافوا، علاش؟ لان انا قلت لك جميع الاحتمالات وارده فعلا، ممكن تكون احسن وممكن تكون أسوأ فعلا. انا غير قلت لك ما تكونش معيار. نعم. لان دائما كل واحد كيبغي يبين احسن ما عنده، بحال ايام الخطوبه. اييه كل واحد كيبين احسن، المرأة كتبغي تبين احسن ما عندها، سيرتو يعني اول سنة الزواج، يعني كل شيء كيبغي باقي عندهم ديك الرغبة انهم يتسادوا مع بعضهم، يسافروا مع بعضهم. المرأة كتبغي تبين احسن حاجة عندها، الرجل كيبغي يبين احسن حاجة عنده. وانت عاد في اليوم اليوم رجعت ساعة والسنة رجعت كيوم. اه سبحان الله، كل شيء كيمر بسرعة. احنا في نهاية العالم اظن، لان من علامات نهاية العالم هي ضيق الوقت كيجري كيطير. اه ما شاء الله. غادي تقول لي علاش كنقول لك اول سنة الزواج ماشي معيار؟ لان من تجربتي الخاصة انا. نعم. انا ارملة. الله الله يرحمه، الله يوسع لي الرحبات في هذا النال المبارك سعيد. ما نعرف، انا ما قدرتش نقولها وما غاديش نقولها. كتبني لي لأم أسامة عانيتي معاناة شديدة. هادشي اللي كنقول لك ماشي معيار، أول سنة زواج ماشي معيار. ما شاء الله. أنا أول سنة زواج عشتها يعني كما كنقولوا بالمغربية القحة فوق فيديك. عشتها من أروع ما يكون. نعم. والسنة الثانية كذلك رائعة. نعم. ولكن مخافية كان أعظم. ما شاء يعني الله. يعني من بعد كان يعني ماشي انا نقولوا غير نقيض، يمكن اكثر من نقيض. ما شاء الله. وشنو الاسباب اللي خلاته يتحول من النقيض الى النقيض؟ لا هو ماشي تحول، غير الوجه الحقيقي كيرجع يظهر، لان قدمنا شحال ما قدرتي تخبيه، يمكن ما كتقدرش تخبيه على طول، كتخبيه واحد الفترة صافي كتسقط. كيسقط القناع. فوالا كيسقط القناع. ما شاء الله. ما شاء الله. مع العلم ان الزوج ديالي كان واحد من حفظة القرآن. القرآن الكريم. ما شاء الله. ومن بعد يعني الأعمال اللي كان كيقوم فيه بها من داكشي اللي أول حاجة كتصمم في القرآن. لا إله إلا الله. وهذا الشيء اللي نعم ما كنعرفش أنا الإنسان علاش كيتقلب، ولكن هذا الشيء اللي عطى الله. ما شاء الله. ما بغيناش نقوموا بحفريات في الأعماق ديالك لالا أم أسامة، ولكن يبدو أنك صدمتي في هذا الزوج أكثر من يكفي أنه كرهني يمكن في صنف الرجال مع احتراماتي، أنا عارفة أنك رجل. العفو. ولكن هو كرهني شيء اسمه رجل. ما شاء الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن عندك أنت عندك أسامة رجل ولدتيه، أكيد غادي يغير لك هذا المسار أو هذه الصورة القاتمة. يعني ماشي كليا، ولكن بعض من الكل. وربما هذا الزوج دابا الآن انتقل إلى رحمة الله تعالى. والله لا ندري انتقل إلى رحمة الله أو انتقل إلى غضب الله. أنا لحد الآن بصراحة صريح العبارة، لحد الآن هذه 14 سنة باش توفى مازال ما قدرش نسامحه، ما قدرش. ما شاء الله ما شاء الله، لا حول. كنحاول ولكن ما قدرش نسامحه. لا إله إلا الله. حاولي للا أم أسامة، رغم ما فعل هذا الزوج، رغم كل شيء، إلا بقيتي ما مسامحاش القلب ديالك غادي يبقى هاز ديك الكية وداك النار، وغادي يعذبك. غادي يعذبك. أنا كنلمس من النبرة الصوتية ديالك مقدار المعاناة اللي كتعاني منها، والسبب أنك حاملة واحد الكتلة ديال المعاناة اللي وقعت هذه 14 سنة انتهت وأنت مازال باقا حاملها في الصدر ديالك. ما كنقدرش، كنحاول ننسى ولكن ما كنقدرش، غير كنبقى جالسه نكون مع الناس كننسى،
لان ما كنهضروا في مواضيع كنكون مع راسي بوحدي كنتذكر كل شيء كيدوز قدامي بحال عشتو البارح. اذا ما تذكريش يا لالا، حاولي ما امكن. الطريقه السهله جدا جدا اقولها لك ولجميع الساده المستمعين والمستمعات، الطريقه السهله لتجاوز كل المشاكل اسامح هذا الذي اساء الي. استمع الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول بان اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يالفون ويؤلفون. من اللي سؤلوا الصحابة ما معنى الموطؤون أكنفا؟ قال أن تعفو عمن ظلمك، وأن تحسن إلى من أساء إليك، وأن تصل من قطعك. هذا الإنسان أساء إليك وظلمك وانت غتكوني أكرم من كل ذلك، كوني شجاعة وأصدري حكما بالعفو على هذا الإنسان الذي انتقل إلى رحمة الله رغم كل شيء. خذت منه هدية عظيمة، هو أسامة هذا الوليد أو خوت الأخرين اللي كانوا بإذن الله أعظم هدية. كوني اليوم شجاعة وأصدري حكما بالعفو وتلقي بأن جميع الهم والضغط اللي في نفسك يزول، وابتداء من غد إن شاء الله غتلقي إنسانة أخرى كلها شباب وكلها حيوية وكلها إقبال على الحياة. حاولي أم أسامة. نتمنى ذلك، نتمنى. غير جربي جربي بصدق وتلقي بأنك سعيدة جدا، وأن جميع سيئات هذا الرجل تتحول إليك حسنات بإذن الله تعالى. إن شاء الله. أستاذ كنشكرك بزاف. العفو لالا، حنا كنشكرك. كنتمنى كلامك يوصل لقلبي ونقدر فعلا نسامح. حاولي حاولي، صحابي جليل كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وقال لهم سيدخل علينا رجل من أهل الجنة. الصحابة كلهم اشرأبت أعناقهم كيقولوا لعله علي بن أبي طالب فلم يكن، قالوا لعله أبو بكر الصديق فلم يكن، قالوا لعله عثمان بن عفان فلم يكن، قالوا لعله عمر بن الخطاب فلم يكن. فدخل رجل عادي بسيط جدا اليوم الأول، وفي اليوم التالي قال لهم سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. انتظروا فإذا بنفس الرجل اللي هو بسيط أعرابي هو اللي دخل. في اليوم الثالث سيدنا رسول الله غادي يقول سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، وكان نفس الرجل. كان واحد الشاب عبد الله بن عمرو بن العاص شاف هذا المشهد وبغى يعرف السر ديال هذا الرجل اللي هو بسيط، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره في حياته بأنه من أهل الجنة. فما الذي وقع؟ قال له يا سيدي، مشى عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له يا سيدي انا مخاصم مع الوليد ديالي وجيت لعندك باش نقدر ندوز عندك واحد نهار ولا يومين حتى تصفى الخواطر. قال لي تفضل، ولكن لم يكن هذا غرضه، بغى غير يكتشف هذا الرجل اش كيدير في الحياه. فبقى معاه النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث، لقاه بسيط جدا كيصلي الصلاه عادية بحال أيها الناس، وكيخدم خدمته وكيجلس مع العائلة ديالو. لما استكمل 3 أيام ضيافة الرحمن جاء عنده قال لي يا سيدي بالله عليك خبرني ما هو السر الذي عندك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يبشرك في الدنيا بأنك من أهل الجنة. قال لي كل ما رأيت هذاك هو حياتي، وإلا كان شي سر هو أنني حينما أخلد للنوم ملي كنبغي نعس كنقول يا ربي فلان ظلمني وفلان أكل مالي وفلان شتمني وفلان آدتني، يا ربي كلهم أنا أسامحهم لوجهك، أسامحهم لجلالك وكرمك، وكينعس. فهو يتصدق بكل هذيك الهموم ديالو لله تعالى. ما الذي يقع؟ أن الله عز وجل يغفر كل ذنوبه. ثانيا أن الله تعالى يعطيه سعادة في قلبه. ثالثا أن الله يبشره بالجنة وهو على قيد الحياة. فجميعا انساو اللحظات التعيسة وانساو اللحظات ديال الهم، لأن الدنيا لا تستحق. احنا عندنا غير فرصة واحدة فوق هذا الكوكب الأرضي، فرصة واحدة ولن نعود إليه أبدا.
سفرنا سوف يمتد إلى الجنة بإذن الله. فنحن في هذا الكوكب الأرضي لا داعي للقلق ولا داعي لاستحضار اللحظات التعيسة ولا داعي لاجترار الاكتئاب والقلق والاضطراب. بالعكس احنا بغينا نتفكروا الأيام السعيدة، الأيام الفرحة، الأيام السرور. كنتمنى كل متزوجين في هذه اللحظة المباركة يتفكروا النهار ديال الزواج ديالهم لما داروا درب الصداق وكانت العائلة مجموعة وفرحانين وكيغنيو. وكنتمنى اللي زوجها مات لها وخادي مرت 30-40 عام اتذكر ديك اللحظة ملي كان جاي لابس جلابة بيضة وجاي معاه الدروبة ولما قسم الله تعالى وجاي العائلة والأحباب كيخطبوها. وكنتمنى كل شاب وشابة مازال بقي عازب يتمنى على الله تعالى بأن ذاك اليوم غيكون أجمل، غتكون العائلة مجموعة وهاد العريس والعروسة مجموعين والأفراح وأقداح اللبن والتمر والحليب ثم الموائد ديال الطعام والشراب والفواكه والعائلة مجموعة والكل يغني والكل يبتسم والكل يوزع العناق والابتسامات والتهاني لأهل العروس وأهل العروس. ونقول بشرى لنا. مستمعي الأفاضل، عذنا إليكم وأسعد الله أوقاتكم في كل حين، ونقول لكم إن الدنيا حلوة خضرة هدية من الرحمن، حرام حرام أن نضيعها في المشاكل وفي الاصطدامات. لنتسامح، لنكن فيما بيننا متحابين، والصعوبات التي عندنا وهي ابتلاء من الرحمن نحاول على قدر ما يمكن أن نتحمل، ثم نبحث عن الأسباب والحلول الممكنة، ثم نرفع أكف الضراعة إلى الرحمن بأن يرفع عنا هذا الابتلاء ويخفف ما نزل. وبعد مدة قصيرة بإذن الله سوف تلاحظ الكرم الإلهي وتلاحظ الجود الرباني وتلاحظ العطاء الذي لا حدود له، كرم من الرحمن وجود من العدنان ولطف من الله رب العالمين. نجدد التواصل معكم مباشرة إلى حدود منتصف الليل، ونذكركم بأرقامنا الهاتفية 05-22-43-00-09 أو 05-22-46-50-51. وننتقل إلى قلميم مع لالة وفاء. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله لالة وفاء. حيانا وحياكم الله. أعزكم الله، حياكم وبياكم. كيف الحال سيد قريبا؟ ولله الحمد والمنة. شكرا على البرنامج القيم. شكرا لكم أنتم أيضا على اتصالكم. شكرا. أنا مشكلتي أني وليت هاد الايامات ما بقيتش كنحس انه كان الوسواس، كنخاف، ما بقيتش كنقد نعس. ما شاء الله. لالا وفاء شحال العمر ديالك؟ عندي 23 عام. 23 عام، باقا ما مزوجاش؟ لا، مزوجه وعندي ولد. تبارك الله تبارك الله. وانت دابا الان متزوجه وعندك وليد، يعني المفروض انك تكوني سعيده وفرحانه مستقره. اللهم لك الحمد، ولكن غير هذا الجانب هو اللي كيكون فيه شويه الغموض. منين جاك هذا الشيء؟ كان مره كنفزع في الليل، ما كنش ننعس. وحياتك الزوجيه مستقره؟ اللهم لك الحمد. والوليد بخير وعلى خير؟ اللهم لك الحمد، كل شيء بخير وعلى خير. وخا حتى انا بعض المرات كنصلي كنقطع، ما كنصليش ديما وكنقطع هكاك. لابد الا قلبتي في سجل حياتك غتلقى عندك واحد المشكله معينه ما عرفتش باقي فين هي سبب هذا الخوف والقلق. واش انت خايفه من المستقبل ولا حزينه على الماضي؟ لا ماشي هيك اصلا، كانت وقعت لنا واحد الحادثه في الدار ميت هنايا، اني بحال الحماس ديالي طاحت فيها بحال ما كريتو هكاك. من ديك الوقت بقيت كنخاف.
الله. اذا كانت عندك صدمه. وهذيك الصدمه اللي وقعت لكم في العائله وكانت فيها شده وغلظه، ديك اللحظه ديك الصدمه بقات لاصقه عندك في قلبك، وهذيك الصدمه شحال مره على دابا الان من وقت؟ ماشي بزاف، شي سيمانه ولا جوج. يلا شي اسبوع او اسبوعين. وهذا الخوف تمرك بك الخوف، او الخوف كان عندك قديم؟ لا. يلا ولا فهذه حاله طبيعيه، اي انسان منا ملي كتوقع واحد الصدمه معينه كاين اللي عنده شخصيه قويه يتخطاها ويتجاوز، وكاين اللي عنده نفسيه مرهفه كتبقى دائما امام وجهه، بحال يلا وقعت البارح. داكشي اللي كاين، داكشي اللي كيوقع. وان شاء الله غتجاوزيها، غتجاوزيها بانك ما تبقيش تفكري فيها اولا. صافي مضت، مضت طوي الصفحه، غنفكر في المستقبل اللي جاي. والحمد لله ملي خرجت سليمه. اللهم لك الحمد. ما كان ندير الذكر، كان نقرا القران، ولكن مع ذلك كتبقى في بالي، راسخه في البال. غتزول باذن الله، لان المصيبه تبدا كبيره ثم مع مرور الايام كتبقى تصغار 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 حتى كتلاشى نهائيا. فهي باقا جديده، راهي ضخمه في النفسيه ديالك، ولكن غتزول باذن الله تعالى. فانت باش ما باش نفسيتك تقوى، اول حاجه كنقويها بالثقه في الله، الثقه في الله، وايضا نقويها بمعيه الله. الله معي، الله معنا، دائما شعور باني ماشي وحدي، الله معنا. ونقويها بان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. وان شاء الله غتكون نفسيتك طيبه مباركه ان شاء الله. لالا وفاء، انت الحالات الزوجيه ديالك انت والزوج ديالك حاليا كتذكري الايام الاولى يلاه بديتو؟ كنتذكر، مع انه كان شويه الاعتراض من طرف من الوالده، كتقول لك لا من القرايه انت باقي صغيره. نعم. تزوجي. طب عرفت قلت لها لا، راه انه بحكم اني صغيره وهكاك اتجهت، قلت اللهم نتزوج باعتفاف، وانك شحال ديال البيبان عليك. نعم مزيان، اخترت انت اخترتي الاسره والزواج. لو انك اخترتي ربما الدراسه كانت غتطول بك المده، الجامعه، الانتقال من قلميم الى مدينه اخرى. ودابا انت مستقره ولله الحمد في الحياه الزوجيه. اللهم لك الحمد. واخا كيكون حكم العمل ديالك يكون واحد شويه البعد، ولكن كنتاقلموا مع الوضع. كيغيب عليك الرجل؟ كيغيب شهر شهرين ثلاث شهور. الله. وانت جالسه مع العائله ديالو؟ مع العائلة ديالو. وصابرة الحمد لله. اللهم لك الحمد. ممتاز، هذه رسالة مهمة. كاين بعض العيالات كيغيب على الراجل غير يومين، وكتكون مقلقة ومتوترة وكتحس بأنها مظلومة. وأنت تبارك الله شهر بكامله وصبارة مزيان. لا واخا علاش؟ حيت حتى تزاديت وكبرت بوحدي انا وامي وبا، وما كاينش العائله، ما كاينش بزاف، قلت اللهم هكاك. يعني بعض المرات كنحس راسي الا مشيت للدار كان بحال الا ناقصاني شي حاجه. ولفت ذاك المجموعين وكل شيء. راه الخير في الجماعه. بعض الناس كل واحد يقول لك بغيت غير نفسي، بغيت نسكن غير بوحدي. الخير في الجماعه والبركه في الجماعه. كاينه الحمد لله. ودابا عندك وليدك ديالك فرحانه به، هو اللي كيملا لك الفراغ ديالك. داكشي اللي كاين. سميتو اسلام. الله اكبر، اسم جميل ورائع، الله يجعله نورا من انوار الاسلام يا رب يا كريم. اللهم امين. الزوج ديالك ملي كيجي من السفر بعد شهر ديال الغيبه وكيكون مهموم، كتستقبل استقبال حسن؟ اللهم لك الحمد. شويه واخا في هذا الباب كان بغيت نطلب منك الهدايه حتى هو والصلاه وهكا. اياه يا ربي الله يهديه ويجعله من الصالحين. ولكن انت يا المراه راه ممكن تجعل الراجل مهدي ومرضي، لان المراه اعطاها الله تعالى قدرات غريبه. ملي يجي مثلا للدار سخني ليه امها سخون سخونه، قولي نصلي انا وياك انبياء، انت كن امام ديالي نصلي انا وياك. ديما في التلفزيون شدي لي برامج دينيه، مره يغترف من ينابيع الدين. دعي معاه ملي بغي يخرج وملي تكلم معاه بالتليفون هو غايب عليك، دعي معاه. الرجل الا سمع الدعاء من عند المراه ديالو قلبه كيعود مليء بالايمان. كتكلمي معاه مره في التليفون؟ كنتكلم معاه وديما كنقولها ليه، كنقول ان الله واسعنا بالرحمه ديالو، يعني
اي حاجه ما كتدوم لابد انه كيكون مورا وسيد ربي ما كيكتب غير الخير اي الحمد حاجه. الحمد لله مزيان ديما يسالك ديما ادعي معاه هو شخصيا قول لي سير الله يجعل الطريق ديالك تكون كلها خيرات وبركات والله يعطيك القبول بين الخلق والله يزيدك نور على نور. قول لي كلمه طيبه دعي مع زوج ديالك وتشوفي غادي يفرح بك بزاف بزاف. مع هذاك هو قلبه صافي يعني كيقول لك انا عارف انه سيد ربي غادي يعفو غادي هكا ولكن كتبغي غير ديك الشرار باش هي اللي ما لقيناش. يا ربي تكون ديك الشرار قريبا باذن الله في الغيبه ديالو. دابا انت الان عندك الوقت الكافي مزيان تستغلي الوقت ديالك وديري قيام الليل وخا بقى صغيره تقومي الليل وناجي رب العالمين اطرقي الابواب يا الله هذاك الزوج اللي عطيته ليا ودابا هو ابو اولادي كنحمدك ونشكرك على هذه النعمه وهذا الزوج اعطيتيه قلب سليم واعطيتيه نفس صافيه وودود وحنون لكن يا ربي كنلمس فيه بانه ضعيف الدين وانا بغيت انا وياه ندخلوا الجنه اليد في اليد وتفتح لنا الابواب ونصل الى الفردوس الاعلى لكن لا بقى على هذه الحاله دينه ناقص غادي يتعثر. يا ربي اقضي في قلبه الايمان واليقين وان شاء الله ربي سبحانه وتعالى غيسمع النداء ديالك اليوم وغدا وبعده بعد شهر غادي يزي الزوج ديالك غتلقيه ملتحي وغتلقيه متدين ولكن ما يكونش متشدد كيف قالت لنا الاخت من قبل الاخت فاطمه من سنه الزوج ديالها ملي تدين ولا متشدد للغايه يكون وسطي ومعتدل لان هذا هو الدين الاصلي وربي غادي يفرحكم باذن الله. الله يرضى. لالا وفاء كنشكرك بزاف على المشاركه ديالك والله يجعل ايامكم كلها افراح ومسرات وزوجك الله يصلحه والله يرد به ردا جميلا ويجعله من الاخيار الابرار ويقذف في قلبه حب الايمان والصلاه والعباده يا كريم. وننتقل الى منطقه قلميمة مع السي حسن. السلام عليكم حياك الله سي حسن. اشكرك على البرنامج. اكرمك الله خويا. كلشي بخير. ولله الحمد. أفك عندي شي جوج سؤال. شكرا. مرحبا خويا. عندي مثلا السؤال الاول بغيت نسول على شي ايه ديال القران اللي كتدفع الشرور. اييه. والسؤال الثاني عندي الوالده. بس السؤال الاول قلتي الايه القرانيه اللي كانت حديثة من الاشرار على شي ديال كتوقعك من الاشرار. نعم اييه. شي ديال الازراء. اييه. مدرسه بدات السماوات. والسؤال الثاني عندي الوالده الى فات العصر كيضرها راسها. اييه. بغيت لها شي رقيه. اييه باذن الله. اما الايه اللي كتوقينا من الاشرار. كتوقينا من العين وكتوقينا من إداية الناس كلهم. إلا كان الناس من الجن لا نسأل الله السلامة والعافية أرواح الخبيثة اللي كتوقينا منهم هي صورة عظيمة آية عظيمة هي آية الكرسي. نقرأها مرة واحدة إلا شعرت بأنني الخطر يداهمني نعود نقرأها ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع مرات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى أن أصل ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما فآية الحفظ هذه. أما إذا كان الأشرار خلق من الإنس شي واحد كيتعدى عليك فيه الشر وفيه الظلم وانت باغي غير السلامة إذا كان إنسان من الخلق من الإنس غنقرأ بإذن الله تعالى سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هاد الصورة ديال الزلزلة عظيمة ملي شي واحد كيبغي يأديني وأنا ضعيف وباغي غير السلامة باغي غير السهلة ما باغي صداع ولكن هو ما كيوقرنيش وكيبغي يأديني فأنا نقرأ هاد الآية العظيمة بنية الحفظ والسلامة وربي غيجعل بيني وبينه حجاب وما غاديش يأذيني فيما غيشوفني غادي يبان ليه بان هيبه ثم يتراجع ولا يؤذيني بامر الله تعالى. ومره وحده الا شعرتي باقي مازال الاثار ديالو قوي شره قوي نعاودها ثلاث مرات او خمس مرات او سبع مرات ديما الوتريه
ملي كنقراها ربي كيعطيني القوه. تصور ان الخصم ديالك كيشعر بان الارض كتزلزل تحت منه كتفيبري، ومن بعد غادي يوقرك ويبعد عليك من عند الله تعالى. اما الوالده كيدورها راسها دائما بعد العصر، فدائما عند اصفرار الشمس كاين بعض الناس اما عندهم مرض ديال الشقيقه، الشقيقه السبب ديالها عضوي، كيكون الانسان راسه سخون وكيضربوا البرد، وهي مرض وراثي كيكون عن طريق الاباء والاجداد. وكاينه حاله اخرى كيكون الانسان الا كان كيجيها دائما بعد اصفرار الشمس بعد العصر، هذا كيتسمى بدايه المس. بدايه المس ان الانسان ممسوس، من 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 نطولوش هذا الشيء ونوسعوه نقولوا اللي مريض راه فيه المس، لا كتسمى غير بدايات، بدايه المس. انسان عنده اضطراب، عنده قلق، عنده هم، ديما كيجلس مع راسه وكيبدا يخمم وكيبدا يتحدث مع راسه، داروا ليا، فعلوا ليا، تروق عليا، وكيبقى يدور ديك الحركه الطويله في الفكر ديالو، يصاب بمس وبالتالي كيضروا راسه. هذا شخصو يدير اولا، خصو اول علاج انه خصو يخوي راسه من ديك الافكار السوداويه. اللي مشى الله يهنيه، واللي جاي باقي في يد الله انا ليا غير اللحظه، واللي ظلمني الله يسامحه، واللي تهلا فيا الله يتهلا فيه، وصافي وربنا خلقتنا. ومن بعد نحيد نمسح النفسيه ديالي ونملأ نفسي بذكر الله، لان الذكر نوراني، ولكن الاضطراب النفسي سوداوي اللي كيبقى يفكر تفكير ديال الاضطرابات والمشاكل كيكتسب طاقه سلبيه سوداويه. احنا كنملؤها بذكر الله طاقة نورانية ربانية إيجابية، وبالتالي كنسأل راسي بأنني بخير وعلى خير، يعني في وضعية صحية ممتازة، وإن شاء الله ربي كيبارك. تقرأ الأذكار خصوصا قل هو الله أحد والمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. إلا كانت ما كانتش قارية أنت الولد ديالها، خذ إناء ديال الماء، واحد القرعة ديال الماء، قرأ في هذه الآيات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بنية الاستشفاء. قرأها مرة واحدة أو ثلاث مرات أو خمسة أو سبعة وتريا، وتشرب ذاك الماء بإذن الله، وراه إن شاء الله كيمسح لها جميع الآثار السلبية بإذن الله تعالى. شكرا. نعم سيدي واخا، مرحبا، نردك الستوندار يعطوها لك. مرحبا خويا سي حسن من قول الميمة. ونستمر في استقبال المكالمات، وغناخذوا مشاركة أخرى للا ملكة من الدار البيضاء. ملكة السلام عليكم. للا ملكة، ألو، انقطع الخط. إذا ننتقل من الدار البيضاء ونذهب إلى إقليم الرباط، ونعتذر لمن كان في المكالمة لكن طارت به المدة فانقطع الخط، معذرة من أعماق القلب. نتحول من الدار البيضاء الى الرباط مع نجاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لاله نجاح، بارك الله فيك دكتور. دكتور كنشكركم بزاف على هذا الموضوع اللي كينور العقول، وبغيت نكون الحاله الايجابيه في هذه الحلقه. نعم لاله. وفي الحقيقه انا تكلمت دابا شحال وانا نتصل، وجاتني الصدفه ان شبر لي الخط، فما عرفتش كيفاش غنبدا الموضوع، ولكن المداخله ديالي غادي تكون بسيطه، اني نقول للناس ان ما يخليوش الغضب او المشاكل تاثر عليهم. نعم. لان النتيجه ديال هذا الشيء دائما ما كتكونش نتيجه ايجابيه، كتكون نتيجه سلبيه. نعم. فالاهم شيء، ثلاثه النقاط اللي غنركز عليها في هذه المداخله دكتور، هي مساله ان الحوار اللي هو كان موضوع يعني شيق البارح، وكان كنت تمنيت اني ندخل فيه البارح، ولكن ما صعفني شي الخط ما باش انه يشكر لي. فاولا الحوار. نعم. ثانيا قدره التحكم على الغضب. نعم.
هذه كان الحوار وقدرة التحكم على الغضب. ثالثا المسألة اللي هي مهمة واللي غادي نديرها أنا في الخالة الأولى لأن هذا هرم متحكد عليه ثلاثي، هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. لأن الإنسان إلى رجع الله سبحانه وتعالى وكانت الرضا وكانت القناعة يكون على يقين بأن جميع الصعاب هي كتحول. قلت لك بغيت نكون الحالة الإيجابية في هذه الحلقة، يعني وإن كنت أنني كنت أسف يعني شوية، وكيبقوا فينا دوك الناس اللي كيحكيوا المشاكل أو دوك النساء اللي كيحكيوا يعني مشاكلهم يعني بكل دقة وفي بعض الأحيان يعني بتفاصيل اللي نتمنى أنهم ما يبقوش يحكيوها، لأن الله سبحانه خاصة الأزواج ما بيناتهم سترنا، لأن الله سبحانه وتعالى ستار حليم، والأسماء دياله هو أنه ستار حليم. يعني أي إنسان يرجع الله سبحانه وتعالى ويكون عنده واحد القدرة على 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 أنه قانع بدك الشيء اللي أعطاه، لأن الأرزاق راه توزع بيد الله. لا إله كل شيء كيتوزع بيد الله، وتكون عنده القدرة على التحمل، وتكون عنده القدرة أنه يتحكم في كما قلت قدرة التحكم على الغضب، لأن الغضب هو كيكون إيجابي وسلبي. نعم. الإيجابي أنك أنت في الحالة اللي أنك كتغضبك واحد الحاجة أو كتوقع في مشكل وأنك تقدر تحكم عليه كتاخذ الأجر ديالك مع الله سبحانه نعم. وتعالى. هذه أولا كتمنح نفسك يعني واحد الفرصة تدبر هذاك المشكل وما توقعش في الخطأ. السلبي أنك ملي كتكون واحد ردة فعل يعني ردة فعل مفاجئة أو ردة فعل يعني عنيفة كتقدر كما نقولوا كتقلب عليك كل شيء، كتكون شي حاجة غتصلح ولكن ما كتبقاش تصلح. المسألة اللي قلت النقطة المحور الثاني هو الحوار، أن الحوار الله سبحانه وتعالى استعمله في القرآن ثلاثة كلمة حوار غير كلمة ثلاثة ديال الآيات. قال الله سبحانه وتعالى فقال في السورة ديال يا ربي تذكرني في سورة الكهف بالضبط، فقال لصاحبه وهو يحاول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وقال له في سورة الكهف كذلك قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وقال عتبي في سورة المجادلة نعم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يعني هاد الأزواج إلا فتحوا باب الحوار ما بيناتهم ويكون حوار إيجابي يكون على يقين بأن هذا ضروري غيوصلوا لواحد النتيجة. نعم. غيوصلوا لواحد النتيجة وتكون واحد النوع ديال الدبلوماسية، والحوار حنا كنعرفوا بأن فيه عنده شروط وعنده حدود، يعني إلى أي واحد تدبر في هاد النقط يكون على يقين بأنه يخرج من ذاك المأزق. نعم. قلت غنكون حالة إيجابية غنعطي بعجالة. نعم. وإن كنت أنا من الناس اللي كانت تكتم بزاف وكانت ستر بزاف، ولكن غنعطي بعجالة لبعض الناس كما كنقولوا احنا كان في الشوق بعضنا على بعض باش نستافدوا من التجارب. هاد الانسان اللي كتكلم معكم ابتلغ الله سبحانه وتعالى بابتلاءات عظمى، ولكن اي امام اي ابتلاء كنت كنستحضر الله سبحانه وتعالى امامي. لا اله الا الله. دائما كنلقى المخرج، ابتليت انني من الصحه ديالي تعرضت انني تم ان ناس وكلوني السم ما شاء الله سم. انني باش من يعني مساله السحر والشعوذه وهذا وما كيعرفوا بان راه اللي تعطم داك الشيء راه 40 يوما ما كت تقبلش له الصلاه. وللاسف اننا حتى القوانين في قانون الاستراحه الجنائيه يعني ما كنفعلوش ديك الماده اللي كتجرم هذا الفعل للاسف، باش انني ما نكملش الدراسه ديالي. والحمد لله الله سبحانه وتعالى نعم عليا ونعم عليا بالعلم وكملت الدراسه وخديت دكتوراه تبارك الله تبارك الله. والكتاب ديالي ان شاء الله راه نزلته وغادي ينزل السوق ان شاء الله باش يتباع. في اي موضوع لالا؟ في المسطرة الجنائية. تبارك الله تبارك الله. عنوان خاص. هذه صورة ايجابية جدا. باش قلت لك وبتوليت يعني انهم بغاو يهدموا لي الاسرة ديالي والبيت ديالي مع الزوج ديالي، دخلوا لي الوساويس وجاو ناس عندي بصفة يعني حقيقة كيقولوا لي الزوج كيفعل وكيخون وكذا. كنقول لهم شوف انا كنقولها هنا النساء، كنقول لهم واحد الحكمه ربونا عليها جدودنا ربونا لنا اولادنا للاباء ديالنا. شوف الراجل ملي دخل من الباب وشبر الباب ودخل لدارو
هذاك الملك ديالك. نعم. ملي خرج من الباب على برا ملك اخر، ما تبقيش تبعها بالهضره، ما تبقيش تسولي، ما تبقيش تدخلي في شي في شي في شي امور اللي راه كاينه ايه قرانيه يعني ولا احاديث نبوي باينه يعني، وان تسالوا عن اشياء تبدو لكم تسؤكم. نعم. التجئ الله سبحانه وتعالى، تكون واحد ثقه، تكون واحد ثقه. وفعلا الحمد لله استحضرت امامي الابتلاء اللي ابتلي سيدنا يوسف، ان فتحت باب الحوار الا كان الله سبحانه وتعالى تحاور مع ابليس. ما شاء الله، قمه الديمقراطيه. فهمتي يعني هذا شنو، كيدل شنو كيدل؟ كيدل هذا درس، ودعوه للناس جميعا على اختلاف الازمنه يعني والامكنه. نعم. انهم يحافظوا على باب الحوار ويكون مشرع، وانهم ما يغلقوش، وان يعني التباين في المواقف سواء كانت سلبيه او ايجابيه ضروري ما كتبان ملي كيتفتح باب الحوار بواحد باستحضار يعني الله سبحانه وتعالى. لا اله الا حدود الشرعيه هذه من جهه، والحمد لله يعني تخيل ان انسانه كتعيش في الترهيب يعني كترهب، ومع ذلك الحمد لله وقفت وكنوجه وجه الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله، كتستمد منه المدد. اكيد. نعم. اكيد. يعني راه كما كنقول راه 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 اذا كانت واحد قوه الايمان، واحد الرضا، قناعه، راه المصاعب كلها كتغلب. سبحان الله. حتى في العمل، ان الله سبحانه وتعالى سخر لي عمل يعني كنحمد الله وكنشكره. هذا ربما الجزاء، لان بعد الابتلاء كيجي الجزاء والكرم الالهي والعطاء. حتى في العمل يعني ابتليت من الناس يعني مساله الحسد والغبطة، فما كنتش انا كنغضب منهم، بالعكس اعاملهم بالحسنى وكسبت المحبه ديالهم، لدرجه ان مثلا الا غبت انا غير نهار مرضت فيه كنلقى التليفون كيسرسر النهار، باش كنقول له، كنقول هنا كنوجه دعوه لهاد النساء كلهم، كنقول لهم شوف توجهوا الله سبحانه وتعالى، شغلوا الوقت ديالكم بالبحث القراءة. الحمد لله دابا وسائل التكنولوجيا ما تبقاوش تسخروها في مسائل مثلا اللي كما كنشوفوا دابا كتخرب العقول ديال الاطفال ديال الكبار ديال النساء، تسخر في العلم في البحث. كاين دور القران ولله الحمد، ما شاء الله، يتوجهوا لها يحفظوا يتعلموا قواعد التجويد، وهنا كتحس بواحد الحلاوه ديال 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 الايمان. الانسان ملي كيدخلوا القلب ديالو عندي كلام كثير ما نقول دكتور، تبارك الله، ولكن راه كلامك جميل لنجاح، وتبارك الله الخطه اللي وضعتيها الثلاثيه، الحوار والقدره التحكم على الغضب ثم الرجوع الى الله بالرضا والقناعه. في الهرم يكون في الهرم الرجوع في الاول، الرجوع الى الله سبحانه وتعالى رقم واحد، هذا رقم واحد. اذا تقول جميع السيدات هذه وصفه طبية من خبيرة في مجال الحياة والقانون للا نجاح من الرباط، الخطة الأولى رقم واحد الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني والرضا والقناعة. نعم. يعني وكثرة الدعاء اللي كنقول هنا الرجوع إلى الله، باش نفسر الأخوات. نعم. الصلاة ديالك تصليها في الوقت. نعم. قيام الليل واخا غير ركعتين، اخير الليل الورد ديالك تقرايه، الادعيه، الاستغفار، شي ذاك الاستغفار وانت كطيبي في الكوزينه، هذه من الوصفات اللي انا استعملتها انا الحمد لله. يا ربي تكون للا شميشه معنا في الاستماع، وتعود تزيد تقول لهم الجرامات ديال الطبخ وتزيد الاستغفار. دكتور نعم، لا رغم ان عندي انا ما بغيتش نستعمل اللغه العربيه، غنتكلم بالدارجه باش يفهمني كل شيء. نعم لا مرحبا، ما بغيتش نصعب شويه اللغه. رغم المصاعب اللي واجهت في حياتي، ورغم المسؤوليات اللي عليا، كنت كندرس وكنحضر البحث ديالي في الدكتوراه، وكنشتغل يعني في في في, في مكان اتحفظ انني نذكره، يعني العمل ديالي دقيق جدا. نعم. وما عنديش المساعده في البيت، كنجي كنقضي الشغالات ديالي في البيت الراسي، ونبغي نطيب لوليداتي ونعطيهم من يدي ونقضي، وهذا الشيء كلشي كيعاونني الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله. كل النساء هنا، انت كطيبي في الكوزينه، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم صل على سيدنا محمد، صلى الله على سيدنا محمد، يعني اقصر الصلوات، كاينين صلوات كثيره اقصر الصلوات. نعم. كبري التوحيد، يعني لا اله، كوني على يقين
هذيك الاشغال كل هاد البيت راه ما كتعرفيش كيفاش كدوز. ربي غيعاونك عليها. يعاونك عليها حتى وان تكون داك الزوج معصب ومقلق. نعم. وما نعرف كيفاش عامل وغادي يتخلق بيت في الزوج، كتلقاي انت القلب ديالك الحمد لله واحد هادئه سبحان الله، تام بداك الاستغلال. حتى وانت كتشقي الا انك في الاماكن راه معروفه اللي ما تذكريش الله سبحانه وتعالى، تما ملي تكوني داخله لشي مكان تتنظفي ولا هذا من طبيعه الحال الحمام او هذا ما تذكرش. هذه من جهه، هذا في الحرام اللي استعملت انا في حياتي. المساله الثانيه اللي قلت هي نعم قوة التحكم في الغضب. الله. علاش؟ لأن الإنسان ملي كيغضب كيوقع واحد الخلل في جميع الأعضاء ديال الجسم، وكيضرب في العقل الباطني يعني هنايا. وهنا أنا كنصحهم يرجعوا لواحد المكتبة إلكترونية. نعم. ديال قدرة التحكم في الذات، غيستافدوا منها بزاف إلا دخلوا لها غيستافدوا منها. نعم. كاين كتب قيمة، وكاين واحد الكتاب ديال أسلوب الحوار في القرآن الكريم. نعم. هو قيم إلا قدروا يحصلوا عليه في المكاتب ويقراوه، راه قيم بالنسبة للنساء اللي كيحبوا القراءة. هنا قدرة التحكم على الغضب، راه إن فوا الإنسان يقدر يتحكم على الغضب ديالو كون على يقين كتجاوز بعدا 70% ديال المشكل اللي كيكون مطروح أمامك. ما شاء الله. كتلقى ديك 30% كتعالجوا بالحوار. والحوار قبل ما تدخل في الحوار حاول تنسى أنك تبقى لأن كاين الحوار وكاين الجدال. فعلا. اختلاف ما بين الحوار وما بين الجدال. يعني ملي كندخلوا باش ما نطولش. الحوار أخذ وعطاء، ولكن الجدال رغبة في تحطيم أدلة الخصم. تحطيم الطرف. نعم دكتور. ملي كتدخل الحوار حاول تحط قدامك مجموعة ديال النقاط. نعم. أنك توصل لحقيقة ذاك المشكل أو الأمر اللي الملموس اللي أنتم بصدد المناقشة ديالو. ما تحاولش تطغي الذات يعني. نعم. هنايا تطغي الذات على المشكل. هذا من جهه. من جهه ثانيه يعني تستعمل واحد القدره ديال الاستنباط وتحط النقط قدامك. نعم. اش كاين ويطغى على هذا الحوار لغه التسامح. نعم. الا كان الله سبحانه وتعالى كيغفر الذنوب كلها، فكيفاش حنا البشر ما نغفروش الذنوب؟ لا اله الا الله. فعلا. الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء. تاملوا في هذه الايات، تاملوا على هذا، اقراوا غير سوره البقره. يا الله قي سوره البقره وقفوا على كل ايه وعلى كل المعنى ديالها. غتغير الحياه. صح. غتغير الحياه كلها. انا كنقول لهم بغيت نكون الحاله الايجابيه، ولا جيت نقول الابتلاءات اللي ابتليت، انا متيقنه بان الناس بزاف غيبكيو، ولكن ما غنذكرش لان كما كيقول الله سبحانه وتعالى ستار حليم. لا اله الا الله. غنستروا بعضنا وما نكثروش حتى من الشكوى، حتى الشكوى والبكائيات والبكاء ما نكثروش، نكونوا متفائلين. شنو غناخذوا من هذه الدنيا؟ شنو غنديو منها؟ خصنا نبنيو الاخره ديالنا، نبنيو الجنه. الله. نطلبوا اننا نشوفوا وجه الله. لا اله الا الله. نعملوا نجتهدوا. وكل شيء هذا الشيء فيه واحد الحلاوه، تتذوق واحد الحلاوه. ونقول لهم شغلوا وقتكم، راه الفراغ هو اللي كيخلق هذه المشاكل، كيخلي الشيطان منين يدخلكم. ابليس راه في الحوار ديالو مع الله سبحانه وتعالى، فاش الله سبحانه وتعالى كيقول تقول في الى خطأت دكتور صح. لا قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لا في سورة الاعراف، سورة الآية في سورة الاعراف. نعم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين. نعم. قال ما منعك. هنا شوف الحوار. ما منعك؟ ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فخرج إنك من الصاغرين. قال أنذرني إلى يوم يبعثون، يعني أنذرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. قال فما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم. يعني شوف حرب يقيمها إبليس على كل إنسان. على ابليس. ويعني صافي ملي وصلنا المساله ديال انه غير الله، هنا ما كيبقى حوار. يعني المراه مثلا اللي ذاك الزوج ما كيصليش، كيشتم، كيس يعني خارج ترك الله، سدي باب الحوار وتوجهي الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله.
يعني وحتى دوك النساء مثلا اللي انا سمعت بعض النساء كيتدخلوا كتقول لك مثلا الزوج ديالي قال لي واحد الكلمه وبقى فيا الحال، راه الرسول عليه الصلاه والسلام راه شبعوه قالوا كاهن وساحر وكذاب ومجنون. وداك الشيء كلشي ما كنقول لهم شوفوا خي راجلك يسبك يشتمك ما عرف شنو يعمل لك، داك الشيء يدخل من هاد الودان ويخرج من الودان الاخرى. ما شاء الله. ما تاخذيش في خاطرك، ما تاخذيش في قلبك، فاش يكون هو كيسبك ويشتمك، انت ادعي له بالهدايه. الله الله، هذا مقام عظيم هذا. ادعي له انا وقعت في مواقف هكا وكندعي بالهدايه والله سبحانه وتعالى. يتحول العدو الى صديق. نعم، ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. حميم. نعم، اما انك شد عليا نقطع عليك كون على يقين بان راه ما غاديش تشوف. ابليس كيفرح؟ كيقول انا وقعتم في الشراك ديال الخصام. تيفرح لانه هو من هذا الباب. من هذا الباب كيدخلهم، ومن هذا الباب كيحطم الاسر، وحتى ان احنا ما خصناش نفتحوا ليه الباب، كنقول لهم ما تفتحوش ليه الباب، وهو يتربص بالنساء اكثر. ما شاء الله، فعلا. يتربص علاش؟ لان المراه ملي كيقول لك هي خلقت من ضلع اعوج، راه ماشي مثلا انا كنسمع بعض الناس تيقول لك ايوا المراه خلقت من ضلع اعوج. ضلع اعوج كيقولوا مثلا. ضلع اعوج. نعم. وهي ليس كذلك. لا ليس كذلك ابدا. الضلع. نعم دكتور. الضلع اعوج. لا الضلع الشكل ديالو. مقوس. لماذا؟ علاش؟ لان الا جات الدقه مثلا كان مفتح عادي وضربناه فيه غيتقاس القلب. نعم، وقالوا العلماء هو مقوس كالقوس، لو كان مستقيما لما رمى، فعين كماله هو عين اعوجاجه. نعم. نعم لالا. نعم دكتور، نعم دكتور، يعني باش ما نطولش. كلامك جميل دكتوره نجاح، وحنا سعداء بهذه المداخله ديالك، وكنتمنى انك تكوني صديقه وفيه للبرنامج، ومره مره لا تبخلي علينا باطلاله. وكنت كنت كنت نتمنى انني نعطي اكثر، ولكن فعلا انا بكل صدق جاتني المكالمه في الوقت اللي انا كنت كنخدم على الحاسوب، كنكتب واحد المقال، وارتبكت حتى انني نجاوب الاخ اللي جاوبني اللي كنعتذر اني جاوبته بارتباك، كنعتذر منه. وعندي واحد الرجاء دكتور انك ما تنساناش في الدعاء، وتدعي معايا. لا اله الا الله. مع وليداتي، وتدعي مع الامه الاسلاميه يا رب، وتدعي مع الناس اللي كي اخواننا لا في سوريا ولا في مصر ولا في كل بقاع العالم، المسلمين اجمعين اللي راهم يتضرروا، وتحفظنا الله سبحانه وتعالى بلادنا. الحمد لله. وتدعي مع هاد النساء الضعفاء، يعني النساء اللي ضعاف اللي ما كيتفكروا لحد، ما كيلقاهم حد. النساء اللي راهم في الجبال يعني كيعانيوا من المرض، ما شاء الله، كيعانيوا من بزاف، ومع هاد الايتام. واش نقول لك؟ لا فعلا إله انا إله. سعيده اني تكلمت معكم دكتور. ونحن اسعد لالا نجاح. وعندي رجاء. نعم. للمتدخلات نقول لهم الله يجازيكم بخير، هاد البرنامج اللي راكم تفضلتوا لنا به دكتور من وقتكم، هذا اكيد غيكون على حساب وليداتكم والاهل ديالكم. كنقول لهم الله يخليكم، بغينا نستافدوا اكثر المواضيع، يعني مساله ديال الاحلام ممكن راه كاين، يمكن شي توقيت على ما اعتقد سمعت اخر مره عامل شي حصه ديال تفسير الاحلام كتكون الجمعه او مرة دعم الجمعة كتكون بعد مرات بعد المكالمات في الأحلام. نعم، هي كدير لنا وقت كثير، احنا بغينا نفتحوا النقاش. نعم. البرنامج ليس للأحلام، هو للنقاش والحوار. للنقاش. نعم. نعم، يعني بغيت نقول أنا بغيت نوجه نداء من هنا لجميع المستمعين. نعم نعم لالا، هذه مسألة الأحلام يا ريت أنهم اللي عندها شي حلم تأجلوا حتى الجمعة. نعم. يعني راه ممكن يتفسر في أي وقت، لأن فعلا راه كنبغيو نتدخلوا مواضيع، يعني احنا بغينا نفهموا غير مسألة التنوير، يعني نكون بحالات ايجابيه، التنوير العقل، تنوير الناس المساكين اللي فعلا ما عندهمش واحد القدره على البحث او الاكتشاف يعني بزاف الامور، او حتى الخبره ديالهم كتكون بسيطه في الحياه. نعم نعم، مشكوره جدا لالا نجاح. وكنشكركم يا دكتور بزاف، وما تنساناش في الدعاء كما قلت. الله يفتح لك فتحا مبينا، الله يجزيك نور على نور. امين يا رب. والله يجعلك دائما متالقه، ويحفظ لك الله الوليدات والعائله والاحباب، وتكون ان شاء الله دائما نموذج للمراه المغربيه المثقفه والمتدينه والواعيه والطموحه وذات الفكر المستنير والقلب الرفيع. هنيئا لك.
هنيئا لك للنجاح. ونتحول من الرباط إلى مدينة آسفي مع لالا هند. لالا هند السلام عليكم. السلام. نعتذر أننا أخرناك لالا هند، سمحي لنا. ماشي مشكل هانية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفا خويا الله يجازيك، نسولك واحد السؤال. أيها لالا. نسولك على الرجل ومراته إلا اجتمعوا في رمضان. أيه؟ واش يمكن لهم يغتسلوا قبل الفجر ولا بعد الفجر؟ هو الأفضل أنهم يغتسلوا قبل الفجر، ولكن خاص التفرق الكامل يقع قبل الفجر، ومستحب أن يغتسلوا قبل الفجر، لكن إلى أخرها قبل الظهر، قبل الظهر يكون ما فيها بس. دابا الاجتماع يعني الاجتماع ينتهي قبل الفجر. قبل الفجر يعني لا طلعت الشمس ولقى باقي على جنابه ماشي مشكل. لا ماشي مشكل، يغتسل ولو تال 10 ل 11 نهار يغتسل، لكن هو خصو يغسل قبل الفجر. علاش؟ باش يصلي الفجر وهو طاهر. كاخويا نسولك واحد السؤال. نعم. يقول لك عيتاني ديك 10 ايام الاخرى تاع رمضان. نعم. حرام الراجل اللي يجتمع مع الزوجه ديالو. ماشي حرام، غير هو من السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر الأواخر من رمضان شد مئزره واعتزل بيته، كان كيمشي للمسجد وأيقظ أهله، كيمال الدار كينوضهم نوضو تصليو. مول الدار الراجل خاصو لابد تكون في واحد الهمة، الهمة ديالو ماشي هو الغضب والشتم والمعيار، الهمة ديالو هو أنه كينفق ويقول الكلمة الطيبة ويحتم الانضر على العبادة واليقين، هذا هو الرجولة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وشد مئزره، كيشد المئزر بمعنى أنه كيتجنب العلاقة الزوجية باش يبقى حالة خالصة مع الله عز وجل. أما اللي ما باش يديرها شي زوج عادي بغى يبقى في حياته عادية طبيعية فلا حرج عليه. هذا خويا بدك تفسر لي واحد الآية في القرآن. نعم. قريتها في آية نساء ما فهمتهاش بزاف، كيقول لك الرجل والزوجة ديالو لا طلقوا لا بيرجع ليه، قال لك لا تحل له حتى ينكح زوجا غيره. زوجا غيره، هذه بالنسبة للرجل اللي قال لمراته الطلاق ثلاث مرات. الراجل مثلا كان مزوج مع مراته، واحد نهار غضب وتقلق ويقول لها أنت طالق، هيا حسبت طلقة. كتجي واحد رضيناهم، جاو الناس سامحوا ما كاين باس، نالوا الشيطان وتراجعوا على قبل دوك الوليدات. من بعد استمرت الحياة واحد المدة، واحد النهار غضب عاوتاني قال لها أنت طالق، طلقها المرة الثانية ما كاين باس، نرجعوهم. والمرة الثالثة لا تحل له، باش يتزو باش لما ترجع ليه مرة ثانية الله كيعطي عقاب أليم، كيقول لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره. خاصة لابد تكون باش هاد المرة تطهر، خاص يتزوج بها رجل غريب، وهذا الغاية منه عقوبة كيعطيها الله تعالى للرجل الغير ثابت لكن فلت منه اللسان، وكل مرة غترشق لي يقول لها أنت طالق. ربي بغي عاقب الرجل عقاب شديد، حتى رجل ما يقبل مراته يكون عنده زوج آخر، حتى شي رجل نهائيا فيه الكرامة وفيه الرجولة ما يقبل على مراته يجي رجل تاني. فليد الله تعالى في القرآن العظيم جعل لي هذه العقوبة، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أخويا بنسوك واحد سؤال. نعم. بالنسبة للأزواج اللي تزوجوا يعني مع العائلة ديالهم راضين عليهم وداكشي بالفاتحة وما داروش العقد، واش هاد القضية حلال ولا حرام؟ هي أيام زمان كانوا الناس كيتزوجوا غير بالفاتحة لما كانت النية، وكانت غير القبيلة قبيلة صغيرة على قد الحال، ولاد العمومة ولاد الخوال بعضياتهم مجموعين شي عارف شي كيتجمعوا وكيديروا واحد القصة ديال الكسكسو، ويجيبوا واحد الفقيه يقرا واحد السلكة ديال القرآن ويقراو غير الفاتحة، وكيكون زواج صحيح والناس كلهم شهود. هادشي كان أيام زمان لما كانت القبيلة على قد الحال والناس على قد الحال، لكن الآن مع المدن وشي ما كيعرف شي، هذا من الشمال وهذا من الجنوب وتلقى في واحد المدينة، لا بد أن يكون الزواج موثقا في المحاكم. هو لا تزوجنا بالفاتحة بوجود شاهدي عدل وبوجود المهر وبوجود النية والصدق، راه الزواج شرعي، لكن قانونا لا بد يصححوا بالتسجيل في المحكمة.
فبعض الشباب ربما كيبغي يتلاعب يلقى شي فتاه يقول لها انا غنتزوج بك على سنه الله ورسوله وغنديروا الفاتحه وما كاين لا عقد لا والو، ودوز واحد المده قليله ويزيد في حاله. غتقول لي فينك يا زوجي؟ غيقول لها انا ما بقاش بغيت معاك، نبقى نكمل معاك. بغات الحقوق ديالها ما عندها دليل، تمشي تدعي في المحكمه ما عندك حتى شي برهان، وبالتالي كيضيع الانسان. فالمشرع المغربي وجميع المشرعين في العالم لقوا بان هذه العلاقه الزوجيه لابد ان تثبت بعقد زواج شرعي عنده القيمه القانونيه ديالو حفظا للاعراض وللمصالح. ونتحول من آسفي الى مدينه اكادير مع للا عزيزه. الو الو، السلام عليكم للا. مساء الخير سيدي. مساء النور، مرحبا للا عزيزه. ربما انقطع الخط، نعتذر ونتمنى ان شاء الله تعالى معاوده الاتصال. ونذكر بارقامنا الهاتفيه 0522 43 00 09 او 0522 46 72 50 او 51. وطبعا نذكر بان موضوعنا لهذه الليله هو سنه اولى زواج، كيف قضيتها؟ لانها سنه حرجه وبها يحدد مصير الاسره. بعض المستمعات الكريمات قالت كلمه وجيهه، قالت ليست معيارا، لأن الإنسان يتغير ويتبدل، وسبحان الله الفلك يدور والسويع بالدالة، لكن نتمنى أن نتغير إلى الأفضل والأحسن بإذن الله تعالى. نتحول الآن إلى طنطان مع للا فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بكم للا فاطمة. بارك الله فيك. أكرمك الله، مرحبا. كي داير دكتور لطف علي؟ ولله الحمد. حنا تنشكروك بزاف على هذا البرنامج. شكرا لكم ايضا على تقبلكم. صراحه الله تستافدوا منه بزاف. اعزك الله للا. هاد الليله تتهضروا على السنه اولى الزواج. اياه. صراحه هذيك السنه تتكون شويه صعيبه، ولكن الواحد ملي تيكون زعما تيكون من في دار والديه تترجدوا الوالد تترجدها الوالده ديالها وتتقول لها ضروري تصبري في ديك العام الاول. اياه. يعني تيكون شويه بالصعوبات، ولكن الحمد لله. للا فاطمه انت مزوجه؟ مزوجه وعندي جوج ولاد. تبارك الله، الله يخليهم لك. احكي لنا على الايام الاولى ملي كنتي غاديه تنتقلي من بيت الوالدين وكتبكي وهزه الحويجات ديالك وخارجه من الدار، كانت صعيبه ديك الخارجه. بزاف. ثم غد باش كنت كتشعري ديك اللحظه اللي كنتي هزه الامتعه ديالك والام كتسلم عليك والاب كيسلم عليك والعائله والجيران وغاديه مهاجره؟ انا الاب ديالي الله يرحمه ديك الساعات ملي تزوجت مات بعام. الله يرحمه ويسلي الرحمات. امين يا ربي. وتنطلب منك من هذه الليله ترحم علي. يا ربي الله يرحمه، الله يجعله من اهل الفردوس الاعلى وجميع المسلمين والمسلمات، يا رحمن يا رحيم. طبعا الصراحه هذيك اللحظه تتجي صعيبه، انا جاتني صعيبه بزاف ملي تفرقت مع امي واخواتي، حنا غير البنات. وتمنيتي ان باباك يكون حاضر؟ بزاف. لو كان حاضر غادي يكون واحد النكهه جميله للعرس. بزاف الصراحه. دابا غير امي هو اللي حاضر معنا. ما شاء الله، كاين بعض البنات عندهم باتهم مازال عايش، كاع ما عاطيها قيمه. لا الاب صراحه عنده قيمه بزاف، عنده واحد الدور عرفتي ما تيحس به الواحد. تيفقدو تيمشي. يعني غير بلغتو في الدار غير الكحه ديالو صح قيمه. ديك الساعات انا ملي كان باقي عايش. نعم. انا ملي كنت يعني غير اي حاجه ولا هو كان تيتحاور معايا. ما شاء الله. صح. ما شاء الله. وراه النهار الله يرحم والديك بغيت نطلب منك واحد الطلب. اييه. ناخذ النمره ديالك حيت عندي واحد الحرمني تحرمتو. واخا للا. ندير لك التليفون ونعاود. واخا بعد قليل ندوزك الستوندار، لكن نكمل معك للا فاطمه. اللحظه اللي ودعتي داركم ومشيتي للدار ديال العريس ديالك. كنت انا في اكادير. اييه. وجيت لطنطان. الله.
ما بعتش بزاف، حنا باقيين في المغرب، كنا في المغرب. ولكن هذيك اللحظه تجي صعيبه بزاف. ما شاء الله. وسكنتي مع العائله ديال الزوج ولا وحدك؟ في الاول كنت سكنت مع لوسي ولوستي. مزيان الحمد لله، عندك الولاسه. اي تاتزوج لوسي الحمد لله دابا في دارو. احنا تفرقنا، بعض الناس ما كيبغيوش في الاول يتجمعوا. كامل دابا البنات ديال دابا تيقولي لك لا انا بغيت الراجل بوحدو، ما بغيتوش مع الوالده ديالو، ما بغيتوش مع خواتاتو، ما بغيتوش. ولكن والله الا ديك الوناسه اييه ملي تيخرج الراجل تيمشي للخدمه تبقاي بوحدك في الدار. نعم كتعود بحال يعني مجنونه. ما شاء الله. تبقاي حتى ولدت ولادي وكانت معايا لوستي وربات معايا ولدي الاول الحمد لله. الحمد لله دابا عنده 10 سنين. تبارك الله تبارك الله. ودخلتي عنده مباركه مسعوده. ولدتي الوليدات وجاب الله التيسير ودابا تفرقتوا، كل واحد جاب لي الله الرزق ودار السكنه ديالو. اي تبارك الله، دير الحياه السعيده. الانسان كيبدا في الاول زعما هذيك زعما الصعوبات في الحياه ضروري الواحد للراجل والمراه تيتناقشوا عاوتاني تيجيو يضحكوا، ولكن هذيك هي الحياه. ميمكنش تكون ديما فرحه. الحمد لله. لا يعقل تكون ديما فرحه مستمره. لا وانا الحمد لله رزقني الا الله واحد الراجل الله يعمرها دار ولد الناس وبتيصلي زعما انا الا ما صليت يقول لي انا بيصلي زعما. الحمد لله انت مرضيه الوالدين وربي جزاك. الحمد لله الحمد لله هنيئا لك. امين. وشي مرة وكتفكر شي مره قلقك؟ دابا الا قلقني شي مره نعم، ولكن يعني ما تنتقلق واحد شويه تيجي تيقول لي انا علاش شيطاني يعني ضروري داك الشيء. الحمد لله قلبه كبير الحمد لله. شي مره قلتي لي بغيت نمشي لاكادير عند امي وخواتاتي وقال لك لا ما مساليش. لا تيقول لي بلاتي تنسالي الخدمه ديالي وتكون الظروف ويكونوا الامكانيات يعني هو ما تيقولياش لا ما غاديش تمشي لا تيقول لي بلاتي. هذه الدبلوماسيه ما يقولش لك في وجهك لا. هذه لا يعقل. بعض الرجال المراه كتقول له شي كلمه يقول لها لا كيقول لك يخرجها من الاعماق ديالو. هذا لا يليق. واخا ان شاء الله باذن الله وربي يفتح من القدام نقادوا الامور ونمشيو. هو دابا البرنامج ديالك والله العظيم الا ديما مع بالحكم العمل ديالو هو تيخدم واحد النهار نهار لا وديما النهار اللي تيكون في الخدمه تيسمع ليه النهار اللي تيكون جالس في الدار تنشعلوا راديو تنسمعوا. ودابا واحد فرصه طيبه لاله فاطمه نهار الجمعه لاله فاطمه دابا ربما كان في الاستماع وجه لي واحد التحيه. اييه هو معايا. مزيان لان بعض الزوجات كيتشكوا من ازواجهم بانه ظلمني فعل ليا. حنا بغينا نسمعوا الازواج السعداء، المراه اللي كتشكر راجلها والراجل اللي كيشكر مراته. لا الحمد لله زعما تقلقنا تصالحنا ولكن الحمد لله انا زعما تنحس باني ربي جزاني بواحد الراجل زعما الله يعمرها دار ولد الحمد لله والله. ولاله فاطمه شنو هي الوصيه اللي تعطيها للبنات باقيين جدادات؟ شنو هي احسن طريقه باش تكون العلاقه ديال بين الزوج والزوجه في سنه اولى حياه تكون مبنيه على الموده والتراحم وتكون ناجحه؟ باش توصيهم؟ توصيهم بالصبر اول حاجه. اول حاجه الصبر. وثاني حاجه الصبر. 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 ثالث حاجه الصبر. ملي تيكون الواحد ملي يلاه تيتزوج ما تقولش البنت لا انا ما بغيتش امو لا انا ما بغيتش باه ما غاديش على هذاك الراجل النهار اللي ولدت امو 9 شهور هو سكرشها وعامين وهي هزتها ترضع فيه و 30 عام وهي كتربي فيه. وتجي واحد النهار تقول لك لا انا بغيت راجل بوحدو راه ما جاتش. يعني حتى انت غادي تولدي واحد النهار غادي تولدي ولدك وغادي تكبري في واحد النهار غادي تبغي يكون حداك. نعم راه كما تدين تدان. داك الشيء اللي دارت البنت باقا صغيره غادي يوقع لها ملي غتكبر. ودابا انا تنشوف البنات ديال دابا اكثر هي اكثر حاجه هي تيقول لك لا انا بغيت راجل بوحدو. يعزل ليا يعني شحال من زعما تنسمع بزاف هاد المشاكل. ماشي دابا بعد 10 سنوات او 5 سنوات في الاول نبداو مجموعين مع العائله ناكلوا جميع ونشربوا جميع ونفرحوا شويه بشويه. وهذا الراجل في الاول ما غاديش يكون كاينين اللي تيكون عندهم امكانيات ماشي مشكل. نعم. ولكن كاين راجل مسكين يلاه تيبدا في الحياه ديالو يعني تيوقف على رجليه ويدير دويرته ولا عاد ديك الساعات ماشي مشكل. نعم فعلا تفاهم فعلا تيجوا الوليدات والحمد لله السنوات الاولى الرضاعه خص المراه اللي يعاونها. الا كانت مو خواتاتو غيتعاونوا. وملي دوز 10 سنين مثلا الوليدات كيبغيو يدخلوا للمدرسه ديك الساعه هو جمع الرزيق ديالو كيمشي يستقل ويبني السكينه ديالو ويعيش حياه طيبه ونتوادعوا احباب. والله فعلا داك الشيء الدنيا فايته والله ما يدي فيها
حتى شي حد شي حاجه الا الاعمال ديالو. لا لك لاله فاطمه كتفكري الوالد ديالك الله يرحمه من اللي مشى وشتي اللحظه ديال الموت ديالو ربما زهدتي في الدنيا. تصدمت انا بزاف تصدمت. ما شاء الله. كنت قريبه ليه كاع بزاف زعما كان واحد الاب حنين. الحمد لله. وحنا سته البنات حنا ما عندناش خونا. الله ورا الوالد ديالك دابا سعيد راه دابا عنده سته الحجابات من النار، كل بنت الى ولدها الرجل ورباها كتكون لي حجاب من النار، بنت وحده الى عطى الله سته البنات راه عنده سته ديال الاحجبه من النار، راه هنيئا له راه غادي يكون في الجنه باذن الله. حنا سبعه حيت البنت الاخرى ملي تزات كانوا تويميات وبنت التويميه ديال اختي توفات دقائق ومات الله يرحمها. الله يرحمها. هذيك تسمى هذيك وديعه عند الله اللي مات في الصغر ديالي وديعه، ربي غادي يعطيها ليه باب الجنه يلقاها كتلقى كتسنى فيه. الحمد لله. ودابا ربي عوضك عوضك ملي مات الوالد عوضك الله تعالى تعويض الالهي باش عوضك الله تعالى، عوضك الله بزوج صالح ثم عوضك الله بذريه طيبه والحمد لله الحياه تستمر ويكون الانسان ديما متفائل. الحمد لله. هنيئا لك. انا غير ملي تنجلس بعد المرات هكا ملي تيكون خدام تنقول حتى والله العظيم الا الله اللي شهد عليا تنقول الحمد لله الحمد لله ملي عطاني الله الراجل ما تيكميش ما يعني ما نبليش بشي حاجه الحمد لله. الحمد لله لان فعلا بعض العائلات عندهم زوجهم وتيدعي وتيسمع الحديث بزاف المهم زعما وانت تيشكرك بزاف عندك انت وما مدربي. الله يحفظكم لالا. والله وحنا كنا اصدقاء وكنا ديال ميد راديو الحمد لله تنسمع اليوم الحمد لله. طبعا الراديو راه هو صديق اخر صديق من لا صديق له. والله الا تيدخل بعض المرات راجلي مع الصباح تيقول لي واش ديتي صحاباتك مع سناء الكناني ديما يوميا تيقول لي واش انت عاوتاني مشيتي مع تستفدي منها سناء الكناني اخت ديالها اللبقه واللبيبه واللطيفه كتقدم الاكلات الغايه منها هي السعاده الزوجيه. وتنتوانسوا معها غير هكا في الكوزينه ملي تنكونوا تنديروا الغداء ولا الشغل ديالنا والله العظيم الا تنتوانسوا معها وتنستافدوا. نعم. ماشي تما تنستافدوش تنستافدوا بزاف. سمعتي الدكتوره نجاح قبيله قالت واحد الكلمه جميله، المراه في الكوزينه كطيب وكتشقى وما كتستغفر الله بخير. وصيه عظيمه ان المراه تكون كتستغفر الله تعالى وكتذكر الله. كتنور البيت. ملي كيجي الزوج من العمل كيجي مهموم ومقلق كيدخل الدار كيشم ريحه الطياب كيلقى المراه مبتسمه وكيلقى النور ديال الذكر والاستغفار في البيت. هذه هي السعاده. ديك النهار سمعت هذا الواحد المراه الا بغات تنعس دير استغفر الله الحمد لله يعني تستغفر بزاف ملي تتنور في الصباح يعني تيساعدها. نعم كتكون بحال واكله فيتامينات. اللي كينعس على الاستغفار. نعم الحمد لله الله اكبر ديما تنقولها ملي ملي غادي نعس سبحان ملي كيبغي ينعس الانسان كيكثر من الاستغفار استغفر الله استغفر الله والصلوات على رسول الله والتسبيح كينعس نومه طيبه مباركه وإلا مشى تصلى الفجر ودار الذكر النهار ديالو كيدوز بحال سي سلطان غادي في العمل الوقت كله ميسر الخدمة ميسرة الناس كلهم ميسرين إلا صلى الفجر وذكر الله تعالى نهارو كيدوز كأنه سلطان ربي عز وجل وضع لنا هاد الخيرات وبعض الناس كينعسوا ما كيذكروا الله كيبقى فكرة في الهم والغم كيدوز عليه النهار يعني كينعس كيشوف الكوابيس أحلام مزعجة ويفيق مع الصباح ما يصليش كيخرج خاسر من الدار يتخاصم مع الناس في الطريق يمشي للخدمة ما كاين رباح ما كاين رزق ويرجع للدار مهموم لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا الواحد يستغفر بزاف ويدعي ويقرا القرآن ويصلي الحمد لله أنا دابا تنمشي لواحد المعمل تنتعلم الخياطة يعني الواحد ما يخليش الوقت ديالو بحال هكا غير في العشية تقول لك المرأة بلاتي غنتغدى غادي نعس يعني ما ضيع لي الوقت عند الجارة تيقولوا الناس في النميمة ولا أنا شايفاهم تيقول لك ايوا صافي اش غندير كاع انا بهذيك الخياطه غير خليني نعس هاد العشيه وفي العشيه نجلس حدا الباب نبقاو نهضروا شويه نفوجوا على راسنا ولكن انا ما كنشوفش يعني هذيك هي يفوج على راسه الواحد يخدم شويه ويخيط يعني هذاك هما الاعمال ويذكر الله ويصلي صلاته مزيان ممتاز ممتاز الحمد لله هذه رساله مهمه لجميع ربات البيوت انهم يملؤوا وقتهم بالذكر وبالصلاه وبالخياطة وبالطبخ والنفع النفع للأسرة بإذن الله. الحمد لله.
شكرا لك لاله فاطمه. وغندوز لك السطوندار يعطيك ان شاء الله التليفون. الله يخليك الله يحملك دعينا معنا هذه الليله يا ربي. انت والزوج ديالك الله يوليكم الخير، الله يقلب بين قلوبكم. الله يخليها لي ويطول لي عمرها يا رب. الله يطلع حتى البركه، الله يسهل عليهم يا رحمن يا رحيم. وكنت حتى هي بغيت تطلبك تدعي معايا الله يشافيها يا وتهلاي فيها. راه تهلي في العكوزه اكثر من الام، راه انا العكوزه ام ونص. الله يتهلا فيها ربي، الله يشافيها مسكينه يا ربي يا كريم. ولويساتي كلشي وخواتاتي يدعي معايا. ما عندي ما يتسالك، ما نسيتيش الويسات مزيان. كلشي البنات كلشي اللي مازال ما مجوجين دعي معاهم في هذه الليله يا ربي. الله يرزقهم ازواجا صالحين طيبين مباركين، وجميع الامهات والعقيزات كلهم الله يطول عمرهم ويمتعهم الله بالصحه والعافيه، ويكرمهم الله تعالى بشي حجه ولا شي عمره تاتيهم كرامه من الرحمن بلا تعب ولا مشقه ولا قرعه يا رحمن يا رحيم. وجميع الفتيات الغير اللي هما حزينات والنساء الحزينات الله يملا قلوبهم وقلوبنا بطاعة الله تعالى وبالفرحة والسرور والابتهاج. ننتقل من طنطان إلى مدينة الدار البيضاء مع السي حمزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيدايرك السي طيب لاباس عليك؟ حياكم الله أخي الكريم. الله يحفظك أودي السي دكتور. أعزكم الله. عندي واحد السؤال حمودين. انا دابا درت يعني دويش في البيت لحد ثلاث الناس الحمد لله، اللي واحد تقريبا شي خمس شهور وداير معاه اللاكت. نعم. باقي ما عطاش الصداق ديالها، ولكن كنشوفها وكنريح معاه ولكن في دارهم. اييه. يعني بغا نعرف يعني واش كاين شي حاجه في هذا الشيء ولا لا. دابا انتم تجاوزتوا مرحله الخطوبه. يعني دويت فيها ودرت اللاكت. لاكت درتوا العقد عند العدول. عند العدول. وطبعا العدول غادي يقول لك واش تفاهمتوا على الصداق. تفهم يعني باقا ما عطيتش والو. ولكن انت هذاك تسمى وعد بالعطاء، راه بحال وكتبتوا العقد وتسجلت في المحكمه. راه خدناه دابا عندنا اللقط. اذا انتم متزوجين زواج كامل. زواج كامل. والصداق الا تفهمتوا على شي مبلغ كبير راه ممكن ابتداء من 3 دراهم. الفقهاء قالوا بان الصداق يعطى للزوجه، قال لي قال في الحديث التمس ولو خاتم من حديد. يعني الفقهاء قدروا بثلاث دراهم، يعني ممكن تعطي للزوجة هدية راها في معنى الصدق بمعنى أنك شاريها. والصدق الآخر اللي انتم ما فهمتم عليه حتى يتيسر وتعطيه لها بإذن الله. أما الآن انتم راكم زوجين كامل الزوجية. هادشي اللي بغيت نسول حيت معاه كنتلاقى معاه وكنجلس معاه وداك الشيء، هادشي اللي خفت ليكم زعما كاين شي. باقي الزفاف العرس مازال؟ لا باقي، ولكن يعني كاين الإشارة يعني كلشي عارف. نعم أييه. مزيان. هو الراجل تلاقى مع مراته في مكان عمومي ولا مع العائله مزيان، غير هو التعجيل بالزفاف يكون افضل باذن الله تعالى. ولكن راهي زوجتك حلالا طيبه على حسب امكانيه داك الشيء. انا قلت لهم صبروا لي واحد شويه وداك الشيء ان شاء الله تعالى تيسخن الحال. دابا حنا في مارس، واحد شهر خمسه غيسخن الحال ان شاء الله وغيكثروا الاعراس، وان شاء الله ربي يفرحكم ويسعدكم السي حمزه. ودعي معنا الشريف. واش مخلوع السي حمزه؟ لا الصراحة ماشي مخلوع، ولكن كاين واحد شوية مسؤولية على حسب الفلوس دابا الزواج صعيب. الرجال بما أنفقوا، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، فأكيد ربما كاين واحد المسؤولية ديال يعني باقي أنا والدة وكاين واحد أختي وداك الشيء، يعني أنا كنصرف وكنحط شوية ونعطي شوية للدار. ما شاء الله ربي يعاونك ان شاء الله تعالى ويرزقك من حيث لا تحتسب. شتي المراه بعد مره تقدر تكون مراه مباركه مسعوده، طلب الله تعالى تكون هذه المراه مباركه مسعوده. راه غير تحط رجليها عندك في الدار والخير ينزل عليك من السماء باذن الله تعالى. حفظك الله خويا حمزه. الله يسعدك والله ينورك والله يزيدك من فضله، وكنهدي لك انت والزوجه ديالك وكامل الاحباب اللي هم متزوجين هذه الانشوده الطيبه في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها الخير والبركه والتيسير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذه الانشوده الجميله في الاذكار والمدائح النبويه نهديها للسي حمزه ولكل الشباب المقبلين على الزواج، وان شاء الله تعالى نهديها ايضا لكل من ينتظرون مولودا جديدا في حفلات العقيقة، يدخل عليهم بالصحة والعافية وبالفرحة والسرور
والرزق الوفير. وطبعا اخونا صابر اللي هو يا سهر معنا هذه الليله المباركه واللي كيستقبل المكالمات كينتظر هذه الايام مولودك، يقول لي حتى انا سي صابر اسال الله تعالى ان يفرحك ويسعدك بمولود ويكون جميل ووسيم بحالك ويكون لطيف وودود بحالك. لكن وصيتي اليك تهلا في مولاة الدار، الا قلقتيها راه الجنين كيتقلق، كل ما كانت هي سعيده الجنين كيتولد جميل ووسيم، اما الا قلقتيها فانت اللي غادي تودي. سي صابر كيبتسم كيقول لي سافعل. هنيئا لك سي صابر ولكل من ينتظرون مولود جديد. وننتقل الى مدينه العيون مع السي حسن. السلام عليكم. حياكم الله اخي الكريم. سيدي الحاج السلام عليكم، مرحبا بك. مرحبا بكم اخي الكريم. والله سيدي فرحانين بزاف باش نهضروا معكم في هذا الموضوع هذا. اعزك الله سيدي حسن. وتنطلب ربي يعطيك الجنه ان شاء الله الرحمن الرحيم، راني فرحان بزاف باش نتكلم معك ان شاء الله. انا واياكم وجميع المسلمين يا ربي يا كريم. بغيت نهضر معكم في هذا الموضوع ديال الزواج. يا خويا. عندي يا خويا انا تزوجت هذه تقريبا 25 عام. تبارك الله. ربع قرن هذه. ربع قرن. تبارك الله. وانا الزوجه ديالي. وبعدك تضحك، بعدك تضحك ياك؟ حيت بعض الناس لله. بعد 25 سنة ديال الزواج. 25 دابا الزوجة ديالي راه حدايا. الله أكبر، هنيئا لكما. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. آمين آمين سيدي، الله يطول عمرك. سيد الحاج بغيت نهضر في هذا الموضوع هذا. انا عندي 25 عام متزوج وما سهلش عليا ربي في الاولاد. الله. والحمد لله تمنيت زعما تنطلب ربي في الصلاه ديالي باش يرزقني الله شي مولود، تنطلب الله سبحانه وتعالى لا اله الا الله يعطيني شي وليد ولا بنيته. والحمد لله ما عطانيش ربي ولا اني الحمد لله لا يا ربي واحد البنيته ربيتها. تبارك الله، الله يتقبل منك. هاد البنت هذه بنت خو الزوجه ديالي. اييه. خو الزوجه ديالي ولدت ولد توام وخديت البنت وخليت ليه ولد. سبحان الله. وهاد البنت ربيتها. تبارك الله. هذه تقريبا 12 عام. تبارك الله. والحمد لله هاد البنت هادي يعني عمرات عليا بزاف وتنطلب ربي باش يحفظها ويعاونها. يا ربي يا كريم. وهذا الوالد ديالي الله يرحمه مسكين. نعم. رباني واحد التربيه مزيانه شحال من واحد كان تيقول لي يعني ما جابشك الله الاولاد نوض تزوج، ولكني تنقول لهم الله سبحانه وتعالى هو اللي تيعطي. سبحانه. وراني مآمن بالله سبحانه وتعالى، إلا ما عطاش لي في الدنيا تنطلب ربي يعطيها لي في الآخرة. الله هنيئا لك، هنيئا لك سي حسن، أنت رجل الولي من أولياء الله. هذه هي العقيدة السليمة، هذه هي العقيدة السليمة. العقيدة ماشي معلومات في الكتب، هي هذا الإحساس النبيل والنظيف والثقة في الله عز وجل. هنيئا لك. الله يطول عمرك سي الحسن، نطلب ربي دائما ونطلب منك باش دائما أنا شي دعاء ربما يسهل الله ثاني يعطيني ثاني شي ذرية ثاني. يا ربي يا كريم. نطلب ربي إن شاء الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. أنا دابا العمر ديالي 53 عام. مازال الحمد لله في العمر بقية طويلة بإذن الله. الحمد لله. يا رب. ونطلب ربي الرحمة للوالد ديالي. يا رب يا كريم، الله يرحمه ويسر له رحمته. الوالد ديالي ثاني مع الوالده الله يخليها ليا، كانوا ناس طيبين بزاف والحمد لله. وراني توحشت الوالده سي الحاج، توحشتو بزاف، توفى مسكين وراني توحشتو. لا اله الا الله. نتمنى ربي غير نشوفه غير نسمع منه. ما شاء الله. وتندعي معاه باش المغفره والرحمه. الله الله والله يولي برحمته. راه ان شاء الله غنجمعوا كاع احنا، ماتوا لنا الوالد ماتوا ولكن عندنا امل بان غنجمعوا معاه ان شاء الله تعالى في الدار الاخره. وغنكونوا كلنا شباب. في السن ديالو. ربي عز وجل كيفرحنا كيقول لنا غيتبعتوا الاباء والاجداد والابناء والاحفاد. في سن واحد. وغتبان لنا الدنيا الطويله العريضه كانها يوم وليله. وكل شيء غادي يزول بامر الله تعالى. ان شاء الله الرحمن الرحيم. سي حسن انت عندك 53 سنه. نعم. والزوجه شحال عمرها؟ 42 سنه.
الحمد لله باقي عندكم امل عظيم وعريض. ان شاء الله نطلبوا يا ربي، نطلبوا منك تدعي معنا شي دعوه الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. يا سيدي حسن، واش كتعرف بان سيدنا ابراهيم الخليل كان عمره 95 عام والزوجه ديالو هاجر 75 سنه وصافي ياسوا قالوا ما كاين والو، وربي عز وجل بغى يعطينا واحد البيان دليل وبرهان بان القدره ديالو لا تخضع للقوانين، هذه القوانين وضع الله عز وجل باش نسيروا فيها في الدنيا، لكن الله تعالى قادر انه يقهر القوانين ويتجاوزها ويعطينا الحاجه اللي كتبان لنا معجزات وكرامات. وربي رزقهم على كبر، قالت أألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا، وربي رزقهم على كبر ابراهيم، سيدنا ابراهيم رزقوا اسماعيل واسحاق، وكان سيدنا ابراهيم كيقول واحد الكلمه ديما كلمه الحمد، كيقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء، كان كيدعو الله تعالى كيدعو الله تعالى وربي اعطاه. وان شاء الله تعالى سي حسن انت دعيتي والدعوات كلها في ميزان الحسنات، وربي سبحانه وتعالى قريبا يفتح لك باب الفرج. ونقول للساده المستمعين اجمعين كلكم الله يجازيكم بألف خير، ديروا معنا هذه الحسنه، ارفعوا يديكم الى السماء وقولوا يا الله يا الله، اكيد ان فيكم من الصالحين والصالحات والقانتين والقانتات والذاكرين والذاكرات ممن الله عز وجل لهم مقام رفيع عند رب العالمين. واذا قالوا يا الله رب كيقول لنا عز وجل، ربنا عز وجل يقول لنا لبيك عبدي سل تعطى. اللهم سي حسن والزوجه ديالو هما في العيون الان، اللهم ارزقهم ذريه طيبه، اللهم ارزقهم ذريه طيبه يا رب في هذه الليله، هذه الليله المباركه يا رب ارزقهم مولودا طيبا مباركا من اهل الخير والايمان واليقين. اللهم تفضل وتكرم وجد وانعم كما اكرمت ابراهيم الخليل على كبر وكما وهبت زكريا على شيب. اللهم ارزق اخانا حسن والزوجه ديالو مولودا ذكورا واناثا، اللهم عجل لهم بالفرج. اللهم ان الدنيا لا تساوي شيء ولكن اعطنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تحرمنا يا رب العالمين. امرك بين الكاف والنون، اذا قضيت امرا تقول له كن فيكون. يا ربنا قل كن مولودا لحسن وزوجته يكون بأمرك وجلالك. سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اللهم أفرحهم وأفرحنا وأفرح جميع المؤمنين والمؤمنات. نتحول من العيون إلى تونات مع اللالة الحسنية. السلام عليكم. سلام لاله، مرحبا بكم. ربي يخليك اسيدي، انا فرحانه بزاف حيت هضرت معاك وشد لي الخط. اكرمك الله لاله. ربي يخليك، عرفتي انا مسموعه انا تنفولي وتيجاو تيفوني ليا من بعد تيقطع اوكيبي اوكيبي وما ما دانيش النعاس، قلت نهضر مع الدكتور كريمان. الله يكبر بك لاله الحسنيه. ربي يخليك، انا سميتي حسنيه 22 عام. نعم. زوجه هادي اللي دابا عام باش مجوزه. دابا انتيا وقيل ختامه مسك، انتيا سنه اولى حياه عام انت مزوجه. لا سنه اولى ولكن ماشي مسك. نعم. دكتور الله يعطيك الصحه، انا دابا انا ما قريتش بزاف مع الناس البادية راك عارف وداك الشيء، ما قريتش بزاف ولكن كنت خدامه في المدينه وداك الشيء، ومنين تزوجت في 2012 يعني سهل علينا يعني براجل كما قلتي متدين وداك الشيء، يعني درت اللي قال لك راه الزواج هذا بالطاعه فهمتيني مزيان. اياه ولكن ما بحكم انني ما طولتش معاه يعني ما صافي قال لك الوالد معقول، انا ما قلت حتى شي حاجه يعني مشينا تزوجنا على سنه الله ورسوله، ولكن سكنت مع دارهم في الاول مع الوالدين ديالهم، يعني ما كانش عندي حتى شي مانع، يعني قال لك انا عندي الوالدين ديالي هما الاولى، يعني قلت ما كاين حتى شي مشكل. ولكن دكتور من بعد ولاو الناس لقاو مشاكل، انا بحكم انني مولفه المدينه وداك الشيء الباديه ما قدرتش عليها، انني ما تنخرجش للعربيه فهمتيني. اييه ما تنخرجش للباديه، ولكن غير دابا هما بغاو يتعلم شحال من حاجه، ولكن هذا الشيء كامل ما فيهمش. انا المهم دابا هو ان فاش يعني بقى من بعد انه بغى هو يستقر في المدينه الرباط ياك. اييه هو الحكم ديالو بولي راجل امن
تبارك الله مزيان. ولكن من دابا ولد فشي جهه صعب داك الشيء قال لك غنجي عند انا عندي اختي اللي عندي فاسله. من جينا للمدينه ما كملش يعني شهرين بحكم انني تيجي غير داك نهار في السيمانه وداك الشيء ما تلقاش الحوار باش نتحاور معاه باش يعرف الحوايج اللي غالطين فيا ولا انا نعرف اللي غالطين فيه. نعم. يعني من تعشنا مع بعضياتنا ما عرفتش دابا انا ما عرفتش واش تيأن من الضمير ديالي ولا تنقول انا ربما وانا كنت تنهضر معاه ولا تنهضر مع بعضياتنا شي نقاشات ما تلقاش الاجابه. يعني خاصني دائما انا اللي نعتذر، دائما انا اللي نطلب السماحه، دائما انا اللي نكون مسامحه وتنكون، ولكن ما تلقاش الاجابه لذاك الشيء ودي ضرني خاطري بزاف. ما شاء الله. ربما بحكم العمل ديالو كرجل امن عنده ضغوطات وعنده مسؤوليات وكيجي داك الشيء كامل تنحاول نتفاداه، تنحاول بزاف المفائل تنحاول نديرها بعيني، ولكن انا تنبغي يعني واحد باقي الحمد لله صغار ويلا عنده 27 انا يلا عندي 22 يلا دخل فيها فهمتي. يعني ديك الحياه اللي تنبغي ما عرفتش كلشي. انا قلت ربما يعني واخا لقيت معاه الحوار تنقول له تنهضر معاه بحكم انه ما تيهضرش معايا بزاف. يعني اذا كانت شي حاجه واخا ماشي انا اللي تيهضرني مثلا نمشي نعتذر تيبقى يقول لي ديك الكلمه سيري خلي راسك عاد اجي هضري عاد اجي اعتذري مني. ما شاء الله. انا تيضرني خاطري بزاف يعني ما تنعرفش واش تنقول واش انا مني الغلط واش علاش ولا تجيني عاوتاني بعد الشيطان الله ينعلو يخذك يقول لك علاش طيح من كرامتك فهمتيني. فعلا. ومنين دابا الاخير المطاف وقع نقاش بيناتنا انا بيني وبينه بسيط. يعني من بعد بقينا واحد النهار ما هضرناش مع بعضياتنا، ولكن من هضرت معاه من جيت جينا نتغدى وداك الشيء انا اللي فتحت الموضوع انا الاولى. نعم. ولكن بقينا في النقاش قال لي هذا الشيء انا فين ما تنهضر معاك تتموضي تتبقي تناقشيني علاش تتناقشيني علاش تديري ما خصنيش نهضر معاه ما خصنيش نقول له ديك الحاجه خايبه ما خصنيش نقول له ديك الحاجه زوينه ولا ضرتني شي حاجه ما خصنيش نعاودها له. يعني ومني وقع النقاش بحال ما هكا صافي انا هو قال لي واحد الكلام قال لي انا دابا عرفت الرجال علاش تيخرجوا الزنقه انا عايش معك في العذاب انا عايش معك ورغم انني مثلا نهضر واحد الانسان يعني عاديه ما الحمد لله ما قريش اللي غنبقى نتشرط ولا ندخل ولا نخرج ولا شي حاجه راك عارف ديال الباديه كي دايرين بناتهم وداك الشيء. ولكن دابا المشكل فاش انا ضرني خاطري انا غير بديك الحكم بغيت انا نعرف معزته قلت له انا بغيتك تديني عند اختي اختي حدايا غير بجوج ناقي قال لي لا بغيتي اختك سيري اختك ما غاتمشيش عندها قلت له نوض ديني عندها. المره الثانيه قال لي الا بغيتي تمشي سيري عندها قلت له ما عنديش الحق نخرج حتى انت وصلني عندها. ولكن رغم داك الشيء جرحني بداك الكلام وقال لي انا معيش معك معيشك معيشه يعني في القهره والهم وهادي ما شاء الله. وما نقول لكش زعما شنو يعني ندير ما نعني من الخروج ما نعني من الدخول ما تيقول لي ما تخرجيش ومنين نجي خافني نلقى الماكله خافني نلقى هادي وتصور مالي الدار تيقول لك سيري قولي مالي الدار وما يتقضاو لك واش انا المراه قد جداتي غنقول لها عافاك سيري تقضي لي انتيا. لا انت المراه انت البنت يعني انا باغا داري باغا نخرج باغا مثلا نتقضى وتندير ديك الحاجه وانا فرحانه ونتمنى يجي غير يدخل للدار ونلقاه في واحد الوجه واحد هذا ورغم زعما ونقاد حالتي ونقاد داري ونجاد دار مجموعه حوايج استاذ هو خارج لخدمته انا واقفه على راسي شنو بغيتي بغيتي تصبط بغيتي تقاسر بغيتي هذه بغيتي وتا تيخرج وتنبقى جالسه غير بوحدي تنقول له مثلا ماشي غير نجلس انا مع اختي تجي انت ولا شي حاجه تيقول لك لا وانا يلاه بوحدي غير في الدار مولفه باقي ما عندكش المولوده لالا. لا مازال ما عطانيش الله الدراري يا ربي يا كريم يسخر عليك امين ربي يخليك. وفاش استاذ زعما ما تصورش انا البرنامج ديالك شي تنسمعو تنبقى نبكي بزاف وتنبقى بزاف المسائل تتقدرني في خاطري وتيأنبني دامرة بزاف وتنقول واش انا اللي غالطه. لا ان شاء الله تعالى هذه اخطاء ولكن استاذ نعم. دابا انا فاش وقع داك الشيء تنادم معايا الحال نعم. وقلت ربما انا نكون غلطت ولكن ما لقيتش منه هو الرحمه ما لقيتش منه النقاش ما لقيتوش تيهضر معايا يعني ورغم داك الشيء واخا انا هو يجي عندي لدار اختي ويقول لي صافي رجعوا وداك الشيء ما كاينش داك الشيء ما كاينش نهائيا. وتميت رجعت مني مشيت عند اختي مثلا مني قال لي ديك الكلمه صافي ضرني خاطري بزاف ومشيت عند اختي وقالت لي مالكي وهذا وقلت لها راه شنو تناقشنا انا وياها شنو ولكن بعد نص ساعه ديال المكان رجعت لداري. مزيان الحمد لله ما عندي ما يتسال. من رجعت لداري ما لقيتش لقيت حوايجي مخرجهم ليا لوسط الدار وقال لي داك الشيء اللي جمعتي انت داك الصاك اللي جمعتي انا كملت لك الجميع ودابا الا بغيتي تمشي عند اختك سيري عند اختك وانا المراه اللي تخرج من الدار راه ما ترجعش ليها. قلت له ولكن حتى انتم تتغضبوا انتم تمشوا للقهوه تمشوا ساعات ولا انا ديك اللحظه ما شعرتش براسي تخرجت
حيت كنت غنتخنق وديك الهضره. ودابا المشكله يكون غير تيعتذر مني استاذ مني تيدير لي شي حاجه تيستنى دائما تيقول لي تيامن بالدين بواحد الطريقه غلطه باش تنقشو انا تيقول لي ما تتعرفيش. ولكن انا تنقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما كاش تيقول لنا هكا ما كاش تيدير لنا هكا ما كاش تيدير عمر في هكا. فهمتي بزاف المسائل دابا داك الشيء استاذ بزاف الحوايج تنبقى والحمد لله منين دابا مش دابا منين بعد سيمانه قال لك مشيت انا رجعت للدار داك الليله ما نعشت وهو جالس في البيت وانا جالسه في الكوزينه تنجمع وداك الشيء. قال لي لا بغيتي تسمعي الكلمه تطلق عاد تخرجي باش يولي عندك الحق انت راك مطلقه. الله الله مرة الله مره واحده استاذ قالها لي مني دابا ديك رغم هذاك الشيء كامل ما ديتهاش بديك الهضره وزيت انا بديك الضحكه زيد واحد الذاكره كانت عنده في وسط الدار وبحال اللي لحتها عليه وقلت له هذه الهضره انا زيدها عندك وانا ما غنخرجش من داري حيت انا باغاك وباغا داري فهمتي ولا غلطت حتى انا باقا صغيره ومازال ما عنديش العقل ومازال بزاف وانت مول العقل وانت اللي كتعرف الدين وانت الحمد لله اللي قاري فهمتيني نعم لله. ولكن فاش من بعد هذاك من بعد ما مشينا نعسو مشى نعس السيد مشيت انا عنده البيت النعاس بقيت يعني كنتحاور معاه جبت النقاش بغيت نقول له زعما كيفاش هذا الشيء وما تصورش انا يعني خديته عن حب وتنبغي وغير ديك اللحظه واخا يعني داك الشيء ديك اللحظه اللي تنشوف انني غنتفارق معاه ما تصورش شنو زعما فهذا. ولكن ما شاء الله بعد داك الشيء صافي نعسنا يعني ما خرجش من بيتي نعس بيتي وبيت داير التليفون هو فيه الراديو مشعول انا بقيت تنبكي بصمت من بقيت تنبكي جاتني بحال واحد ربع ساعه يعني جاتني بحال شي ترويعه والدخان من جات النوض مع بحكم انني دايره نموذجيه في جهه الحيط ما عنديش كندير باش نجو من جهتي بحال اللي جيت على الجهه ديالو غنوض غنوقف عاد نهود هذيك البطه اللي جيت نهود طحت نعم سخفت جاتني ديك الغيمه غرفت واحد قسمين طحت على 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 بحال غنركع نصلي ما شاء الله. من طحت صور سمع ديك الطيحه يعني طحت على الكبيات نزلوا هذا من هنا ما داهاش فيا كاع من ضربتني الفقه تلقى راسي العمود الفقري ديالي ما تنقدرش نحركو ما تنقدرش كيف كما ما تنسجلو تنجيو النوض ما تنقدرش هكاك نتحرك ما شاء الله. برغم هذاك الشيء كامل ما داهاش فيا ما قال لي لا مالك لا حتى شي حاجه واخا تسمعني تنبكي ومشيت مشي هذيك هي الخرجه اللي غنخرج انا هي فاش بقيت تندي حستخرج تحليت تنعلي يدي ما تنقدرش نعلي تحليت اللوب ديال بيت الناس وبقيت تمشي واحد سميتو واحد المسافه شويه ديال ما بين بيت الناس والصالون الصغير توصلت للسما صافي ما بقيت تمشي تمشي غير على فخديه الا سمحتي لي على الهضره ما شاء الله. يعني توصلت لديك البلاصه غير باش نجلس ما لقيتش كندير نجلس ورغم هذاك الشيء كامل منين ناضوا سمعني تنبكي وداك الشيء ناض صور قال لي تتمثلي عليا قال لي هادشي كامل تتمثلي عليا فيه وعيطت لاختي مع العشرة ونص قال لها جي شوفي اختك شنو واقع لها ما عرفتش شنو واقع لها من جات اختي شافتني في ذاك الحاله بقات تتبكي تتغوت ما تنقدرش كاع استاذ نتحرك وتصور فيه ما تحركت فيه حتى شي مشاعر حتى شي حاجه ما شاء الله. ولكن من ذاك الشيء صافي جات اختي قالت له شنو غدير دابا دخل رجع هو البيت النعاس ما تحرك ما والو جات اختي بقات تضغوت عليه قالت له واش ما غدير حتى شي حاجه قال لها شنو غندير قالت له دابا عيط لي الراجل يجي دابا باش ندي اختي للطبيب بحكم ان راجل اختي كان خدام ديك الليله صافي عيط هو لوبيلونس ما قالت له واش لوبيلونس زعما ديك الحاله ما غايجيش فيها لوبيلونس خاصك تشوف الطاكسي المهم جا الطاكسي مشيت للسبيطار مولاي عبد الله قالوا له قال له زعما عندها الاعصاب خاصك تاخذ لها كينه وتضرب شوكه تشرب دابا. ولكن ملي رجعنا استاذ للدار نعم ملي كنا راجعين للدار قالت لي اختي راه ما نقدرش نخليك في هذه الحاله يلاه ترجعي معايا تباتي عندي في الدار نعم حيت ما عنديش اللي ما تقدريش تحركي ولا شي حاجه وديك الحاله ما كاينش انيس معك في البيت ما كاينش معايا حتى شي واحد واخا كاين هو يعني هو خصني تراضي انا عاد مازال العلاقه متوتره بيناتكم مازال قالت لي زعما دوزي باتي معايا هذه الليله وقلت انا ما فيها بس وتمنيت ان ديك اللحظه اللي نكون غادي عند اختي يقول لها لا خليني انا ندي مرتي معايا للدار وصافي دابا وقع هذا الشيء زعما سي بس ما كان. ولكن استاذ رغم هذاك الشيء صافي طلعت للدار حلت اختي الباب قال لها جوج كلمات قال لها انا بغيت نعيط لباها قالت له باها ما عنده حتى علاقه بهذا الشيء واش انت تشوف البنت في هذه الحاله وتقول لك غتعيط لباها ما شاء الله. مشى صافي مشى للدار من تما صافي خذ الدواء هو ديك الليله ما لقيناش برمافين ديال هذا ولكن منين خذ الدواء بقى عنده في الدار وتصور استاذ ثلاث ايام دازت عند اختي ما عيط لي ما سول فيا ما حتى شي حاجه لا في التليفون لا حتى شي حاجه ما جا عندي وما بيناتنا غير جوج ناقي ديال المسافه وتيمشي تيخدم عادي وداك الشيء ومن بعد انا ما وليت وقفت شويه مشيت للدار منين مشيت لقيت الدواء فوق الطبله وبغيت نجلس في داري يعني ما نمشي ما نخرجش منها ما شاء الله. ولكن ما نفسي ما
ما عطاتنيش يعني بحال اللي محرمه عليه ما دام رمى عليا ديك الكلمه الطلاق. لا اختي حسنيه دابا هو ملي قال لك انت طالق راه دابا في المدونه الجديده الرجل واخا يقول لمراته 100,000 مره انت طالق 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 ما كتسماش طلقه نهائيا، لان الطلاق الحقيقي خصو لابد يدوز عند في المحكمه عند القاضي. ولكن استاذ فاش دابا بغيت نرجع في داري جاتني بشكل محل الكرامه ديالي تهانت بحال فيما كان تيولي داك فيما كنت تنعتذر معاه وتنعتذر منه ما كانش تيعطيني القيمه. ما شاء الله كتستلمسي لا مبالاه منه. بحال حاقرك. اي بحال داك الشكل، انا ما تنطلب منه والو، تنطلب منه غير معامله تكون طيبه بيناتنا. نعم. واخا يكون داك الشيء هذا، ولكن فاش يهدى شي حاجه غلطه يعتذر. نعم. مني وداك الشيء. لاله حسنيه انا التمس. نعم. منك بان هذا السيد هذا يعني. نعم. يعني شنو العيب اللي فيه؟ نشوفوا الايجابيات ديالو. شوف الايجابيات ديالو انا زعما تنحمد الله ونشكره بانه تيصلي الحمد لله تيعجبني الحمد لله. وشاب شاب قرا توظف رجل امن يعني مقام شريف يعني هذه كل ايجابيات طيبه. العيب اللي فيه دابا داكشي اللي تيضرني دابا داك ملي كنشوف داك الطيبات اللي فيه. نعم. هو اللي تقول انا واش انا ما كبرش واش، ولكن انا كنت محتاجه للعطف محتاجه للحنان. نعم. ديالو محتاجه غادي يجي ان شاء الله. حيت انا بغيته ماشي زعما خديته زعما غير زواج. نعم. ديال العائله ولا شي حاجه، ولكن داك الحب اللي كان من الاول ما عرفتش المشاكل وتا الدار فاش دارهم قال لهم انا غنديها معايا كانوا ولفوني بزاف. نعم. ما تصورش استاذ انا يعني كنت عندهم في الدار كل شيء. انا اللي كنت قايمه بالدار، انا اللي قايمه بعكستي بشيخي بلباسهم بكلشي ديالهم. دابا هما يعني انا تقدرت ديك الموقف بان جاتهم صعيبه باش يخرجوا باش نخرج من عندهم. نعم. ولكن حتى هما فاش وقع هادشي ما تدخلوش. لا حسنيه كتحاوري مع الزوج ديالك؟ لا ما تدخلت شي واحد. وفاش مشيت انا درت. نعم. طلب باش نرجع للباك الزوجيه. نعم. لقيته هو دافع الطلاق. اي 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 لقيته هو دفع طلاق المحكمه ودفع طلاق الشقيقه. ولكن دابا مني مشينا حضرنا الجلسه الاولى حضرنا فيها. نعم. ولكن نفس الهضره وجا خالو معاه وديك خالو ما عمرو جا عندنا ما عمرو شافني. نعم. ولكن مني قالت له القاضيه واش دخلته في خيط ابيض؟ قال لها دخلنا. قلت له ما سيت القاضي ما تدخلش هو ما جاوش عندي ما هضروش معي ما سولوش فيا ديك العشره ديال العام ما داروا ليش الاعتبار حتى شي حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. وفاش هضرت مع عائلته وداك الشيء تيقولوا لك انت منك ليها انت عم في بحرك معاها. ولكن قلت له انا كون عم في البحر معاه هو ما نمشيش عندكم ما نجيش نعاشركم وتعاشروني وانا اللي كنت نعاشر معاكم. لا حول ولا قوة الا بالله. دايراكم والديا ودايرني بنتكم ماشي دابا عاد غتسمى بانني نمشي معاه من نهار الاول. هو فاش يعني كنت خدامه عندهم في الدار يعني بمعنى الكلمه، ولكن الحمد لله تندير داك الشيء مع الله كما كنت نقول لهم. خليت والديا جيت لقيت والديا ما شاء الله ومع خوتو ومع زعما مع عمري ما نقولكش استاذ واحد سميتو. ودابا اللي تيأنبني بزاف هو انني انا باغا داري، ومن تنهضر معاه يعني تنتحاور معاه ولا شي حاجه ما كيعطيني حتى شي فرصه. والقاضي اش قال لكم في المحكمه؟ صافي قال لك سيرو تال هذا الشهر هذا عندي فيه 27 عام ثاني جلسه. جلسه دابا الصلح عاد الجلسه ديال التنفيذ. ما كاينش الصلح نهائيا. لا حول ولا قوه الا بالله. مشيت لداري باش نجيب حوايجي. قال لي تجيبي معك شي واحد كبير وعاد اجي. وهو دابا اللي جرحه قال لك هو تدخل العائلي تجرح منه. قلت له ولكن بطبيعه الحال الام غتشوف بنتها تتحرق ما غتقولش بزاف الكلام، ولكن ما تديش عليها. مره كبيره عندها السكر عندها الطونسيون. حتى انت الام لا تقول لك انا الكرامه ديالي ما تسمحليش. قلت له انا الكرامه ديالي تسمح لي مني عائلتك مني تنهضر معاهم. نعم. ما تيعطيني حتى شي واحد شي حاجه. ما شاء الله. ولكن اللي ضرني استاذ ما عرفش عندي بزاف الاكتئابات والحمد لله داك الشيء كامل تجاوزته. لا حول ولا قوه الا بالله. وتيقول لي خاصك تدوزي العده وخاصك ديري وخاصك تجلسي في داركم، وانا ما يمكنليش نجلس في الدار. انا ولفت نخدم ولفت بدراعي والحمد لله لقيت واحد الناس اللي عمرها جالسه عندهم مربيه ما شاء الله كنخدم. لا حول ولا قوه الا بالله. عند اختي وزعما شاده ثقاري داير الحجاب ديالي زعما تمنيت شحال من مره شتي غير البارح فاش هضرت مع هذاك ولقيتها من صاحبهم تقول لهم اللي عنده شي مشكل مع راجله. نعم. ما تصورش شحال بكيت ونص بقيت تنصلي بالليل. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. ولكن استاذ ما عرفتش دابا شنو ندير. ما شاء الله ما شاء الله. الله يفرج عليكم والله يجمع الشمل والله يطفي هذا الغضب الله يطفي هذا الغضب. دابا تنبغي دابا تندوز تنبغي ندوز النمره ونهضر معاها ولكن ما تنقدرش حتى ما عرفتش ما عرفتش شنو ندير. انا المشكله دابا وليت خايفه تم من بعد الطلاق والمجتمع ديالنا ما كيرحمش المراه المطلقه.
وبزاف المسائل واخا العائله ديالي الحمد لله وربما نعم وربما حتى الزوج ديالك ربما المشكل اللي عنده هو عنده مشكل ديال الانا. كاين بعض الرجال عنده مشكل ديال الانا وديال الكبرياء وما غيخضعش بغى يغير دابا هاد المراه غيجيب مراه ثانيه غي باقي المشكل نفسه كان خصو ماشي يغير المراه يغير النفسيه ديالو. انا مثلا ما تنطلب منه والو انا اللي طلبت منه هو انه يفهمني انا ما تنبغيش النفاق انا مثلا فاش جا قال لي راه خاصنا نطبقوا واحد القانون ما يبقاش يدخل حتى شي انا ما عندي حتى شي واحد اللي غيدخل عندي من عند راجل اختي وتا راجل اختي فاش تيبغي يجي عندي تصور تيتصل في التليفون تيقول لك واش كاين راجلك ولا ما كاينش ما شاء الله. وتيجيو عندي ولاد اختي هما اللي تيتاخروا لي هما الحسنية اش قلتي للقاضي قلتي لي اني متمسكه بالزوج ديالي قالت لي واش انت باغا طلاق قلت لها انا ما باغاش طلاق انا باغا داري ما شاء الله. وانا كنرغم هذاك الشيء هو القرار ديالو هو مصمم عليه نهائي وما عرفش يعني تصور تنشوف مع راسي غير مجرد انني نفكر في شيء واحد اخر ما تنقدرش لا حول ولا قوه الا بالله كيفاش نتعامل مع هذا المشكل بزاف بحكم انا الحمد لله تنصليت نعبد الله تنقول الا كان هذا الشيء ابتلاء من عند الله الحمد لله وشكرا العائله ديالي دعماني يعني تيقول انت ما درتي والو الحمد لله احنا مشينا بنيتنا ما شاء الله. صعيب 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 ان البنت تكون باقا صغيره وتكون فرحانه بالزواج ديالها وشويه تكون كملت العام وقلت له انا مثلا يعني هاد المشاكل اول سنه تكون ضروريه حيت انت عاد تتعاشرني عاد تنعاشرك عاد تنعرف شنو الحوايج اللي فعلا اللي ما تيعجبوكش شنو انا اللي تيعجبني شنو انت ما تيعجبكش يعني هاد المسائل العاديه كتجي بعد الزواج التعارف بطبيعه الحال. وتصور استاذ فاش مشيت هضرت معاه وداك الشيء ودرت المستحيل باش نهضر معاه كان مسافر وداك الشيء قلت له انا بغيت غير نشوفك تسمعني استاذ هي كتسمع لا قال لي الا بغيتي تصلح الامور خاصك تمشي لدارنا المكناس اييه فهمتي استاذ تقدر ديري لي خاطرو اي قال ربما حتى الزوج هذا ربما انا ما عرفش الكلام ديالو هو ولكن غير التخمين البسيط كاين بعض الرجال اللي عندهم شويه الكرامه والانا زائده العلاج ديالها هي انني لبي له الطلب ديال الكرامه ديالو ولكن عائلته استاذ جاتني من نفسي بزاف يعني بغاو مثلا نمشي عندهم وقلت له انا هذا الشيء بيني وبينك علاش غندخل قال لك هذا الشيء وصل لعائلتي وخاصني تيكونوا هما راضين ما شاء الله راه بعض مرات انا هضرت مع باه وداك الشيء وقلت له هذا الشيء قال لي ومني هضرت ومني دابا علاش انا ما بغيتش نهضر مع والدي من حيت فاش هضرت مع اختي نعم فاش قالت له زعما واش ما غتدخلش يا عمي وهذا الشيء قال لها كوكات عندي مازال عندي الحق ولكن دابا مني نداها يعوم في بحره وتصور جا شيخي ثالث لا وما جاش عندي وما سولش فيا منين قال لباه قال له هذا الشيء ما تدخلش فيه ماشي شغلك فيه رجع بحالته ومنين قلت لهم انا علاش ما تدخلتش علاش زعما ما تدخلتش وقال لك علاش ما هضرتيش معنا انت المره الاولى وما قلتي لناش هذا الشيء قلت لهم انا حيت بغيت نقولها لكم ولكن فاش جات اختي قالت لي راني هضرت مع عمي وقال لي ما بقاش عندي الوجه باش غنهضر معاكم ما شاء الله. ديك الكلمه ضرتني في خاطري ما تصورش استاذ يعني داك الشيء اللي كنت ندير معاهم وديك المعامله اللي كنت بناتهم ما كانوش تيديروها لهم ولكن داك الشيء الحمد لله كنت نديرو مع الله غير المهم زعما اللي ضرني في خاطري كون غير وقع هذا الشيء وكون غير سولوا فيا وكون غير دابا الحسنيه شوفي نعم. دابا الان ربما الاسباب كثيره الان هذا الرجل قال لك واحد الاقتراح قال لك مثلا تجي عند دارنا المكناس انت غتضحي شيئا ما بالكرامه ديالك وغتخلى في سبيل الله وربي سبحانه ولكن انا بغيت نديرها ولكن بغيت نديرها زعما ونقول ما كاين حتى مشكل نهضر مع الشيخ وداك الشيء ونقول له راني بغيت نجي عندكم وهذا ولكن دابا هذا الشيء ديال الطلاق وهذا وصل المحكمه وداك والمسائل ما فهمتش باقي ما نطقش الحكم باقي مازال ما كاين والو راه ممكن تصلح الامور ونرجعوا للمحكمه والقاضي غيسول نفس السؤال واش باقي متمسكين بالطلاق غادي يقول لا ملي غتمشي ان شاء الله دابا الزوج ديالك راه عنده مشكل ديال الكرامه دابا هو مني وقع هذا الشيء وصل لعائلته بغى يعني بحال اللي تيكونوا هما راضين عاد باش يكون هو راضي نعم انت ديري لي خاطره في الاول ديالو باذن الله تعالى ومن بعد غتحصل الامور ولكن دابا جايه 3 شهور ولا شنو دابا باش وقع هذا الشيء يعني دابا ممكن زعما تكون شي حاجه ممكن باقي مازال ما حكمش القاضي بالطلاق وكيعطيكم القاضي هذه المهله لعل وعسى تصفى الخواطر اكيد ان الزوج ديالك من الرجال اللي عندهم الكرامه زائده بحال داك الشكل هو عنده عزه النفس يعني وعزه النفس ديالو شنو هي
كنحضر راسي قليلا، كنحضر راسي نخلي الغمامه نخلي الموجه تدوز، ما نبقاش نطق عليها، نحضر راسي باش تدوز الغمامه. وحق الله العظيم زعما تنصنت لهذا البرنامج وتنتمنى انني شتي قبيله غير شويه كنت باغا نتصل به ونقول له غير يدير غير الاذاعه هذه وتصنت على الله زعما واخا تيقرا القران وداك الشيء، ولكن بحال هذا بحال هذه البرامج ويسمع التجارب الناس والنصائح وداك الشيء ما متفتحش بهم، عرفتي تنوض مع الثلاثه تنصلي تنتصنت البرنامج هذاك ديال الربعه حتى تيسالي مع السته ديال اللي تيديروا جديد نعم بشائر الصباح اي وتنتصنت له عرفتي وتنبقى نبكي وتنبقى نصلي ونهار الجمعه متبع البرنامج ديالك وما تصور زعما هذا المشكل انا باغا داري وما باغاش نطلع نهائيا حيت هكذا قولي القاضي هكذا قولي القاضي يوم ولدها بحال ما هكا ودابا انا درت المحامي يعني من حكم انني فاش مشيت وداك الشيء ولكن هو فاش مشينا يعني هذا الشرط هذا الشرط اللي قال لي قال لي خاصك الا بغيتي نرجعوا ولا شي حاجه قال لي الا بغيتي ديري شي حاجه سيري لدارنا سيري لدارنا عندهم المكنات ولا هضر قلت له انا دابا الا مشيت لداركم وهضرت معاهم وداك الشيء غيعجبك الحال قال لي سيري لدارنا ولا عجبهم الحال وما بغاو ديك الساعات الا جيتي عاد ديك الساعات نهضر ما شاء الله حاولي ما امكن اختي تلبي لي الطلب ديالو غير رجعي خطوه الى الوراء باش تقدمي عشره الى الامام وان شاء ولكن الله دابا انا فاش دابا شتي تنبغي نهضر مع مدى في التليفون تيجيني بحال الخوف بحال المواجهه ما تنقدرش نواجه بحال الخوف عمري قلبك بالله عمري قلبك بالله تعالى ما تخافيش الا من الخالق الرازق الحمد لله وان شاء الله ربي غادي يعاونك انت درتي النيه وقعت سنة أولى زواج ارتباكات كثيرة ورجات كم من امرأة وقعت مع رجل الطلاق حتى القاضي تقالوا صافي غير انتقل القاضي حتى اللحظة الأخيرة وجا اللطف الإلهي جا الفرج الإلهي جا المدد الإلهي وغسل الله تعالى القلوب ديالهم ورجعت المياه إلى مجاريها اختي الحسنية أسأل الله تعالى رب العرش العظيم أن يجمع شملكم الله يجمع الشمل ديالكم يا كريم الله يجمع الشمل ديالكم في هذه الليلة المباركة أسأل الله رب العرش العظيم اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام طهر قلبيهما من الحقد ومن الكبرياء ومن العناد واملأ قلبيهما بالمحبة والمودة والتراحم والسلام اللهم احفظهما يا كريم اختنا الحسنية يا رب كلها وليا ونصيرا اللهم كلها وليا ونصيرا اللهم احفظ في زوجها وفي عائلتهما اللهم اجمع بينهما كما جمعت بين القرآن والسنة يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أحبابي في الله انتهى الوقت وتجاوزنا الموعد بدقائق ختاما إلى الغد بإذن الله تعالى موضوعنا غادي يكون إن شاء الله تعالى هو قضية السحر والشعوذة بعض الناس ملي كيعكزوا على إيجاد حلول مناسبة للمشاكل ديالهم راسهم كيكبر بالمشاكل وكيجوا بعض الناس كيقولوا لهم راه كاين اساليب ديال السحر والشعوذه نستعملوها وغنتجاوزوا الخطوره ديال الموقف ديالنا هذا هو الموضوع ديال غدا ان شاء الله تعالى تصبحوا على خير ونخليكم مع هذه الانشوده الجميله في مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون لنا فرجا من كل هم وغم وتكون لنا فتحا قريبا بإذن الرحمن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.